أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكتشر 3 في المصل، وكعادتنا هنبتدي بالمالتيبل تشويس كويشنز. فالسؤال الأول كان compare to isometric contraction isotonic contraction، يعني هو عاوز ما يخص الايزوتونيك. هل في الايزوتونيك المسل لينث is kept constant؟ لا، التنشن هو اللي kept constant، يبقى ايه خطا؟ هل ميكانيكال افشنسي زيرو؟ لا، لانها في ورك از performed وعليه الميكانيكال افشنسي ممكن تبقى 25%. هل it takes more time؟ دي الاجابه الصحيحه سي طبعا، لان اي ايزوتونيك بيبتدي بايزومتريك لحد ما نتغلب على اللود، نتغلب على الانيرشيا، يتحول لايزوتونيك، يبقى تيكس مور تايم اند مور انرجي، يبقى دي الاجابه الصحيحه. هل ذير از مينيمال سلايدنج؟ لا، مينيمال سلايدنج ده في الايزومتريك. سؤال تاني، ان 100 متر ران ذا سورس اوف ماسل انرجي از، هل هو ادينوزين ترايفوسفيت اونلي؟ اونلي، لو ما كانش قال اونلي كان بقت صح. طبعا اونلي لا ما ينفعش، لانها بتدي 5 لـ 6 ثواني، في حين ال 100 متر ران قلنا الراجل بتاع جاميكا هنا الاقل من 10 ثواني، حوالي 9 ثواني حاف اراوند 9 ثواني. يبقى الاجابه الصحيحه هي الفوسفاجين سيستم بي، انما مش الجلايكوليتيك باث واي، دي بتبقى في اكتر من 100 متر، مش الاكسيديتيف باث واي ده بتبقى في الانليميتد. السؤال الثالث، تايب 1 ماسل فايبرز ار كاركترايز باي، اولا نبقى قبل ما تجاوب السؤال تبقى عارف ان تايب 1 ماسل فايبر دي اللي هي سمول ريد، بتبقى السمول ريد واللي هي فيها خاصيتين مهمين، انها ريزيستنس تو فاتيج، وعشان تبقى ريزيستنت تو فاتيج لازم يبقى عندها اي تي بي كتير، يبقى تستخدم الاكسيديتيف باث واي، يبقى كل حاجه متعلقه بالاكسجين كتيره، وعشان تبقى سلو لازم يبقى الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو بيطلع الكالسيوم اللي بيعمل الكونتراكشن، ولما ياخده تاني يعمل ريلاكسيشن يبقى بور او مش بور، يعني اتس نوت ويل ديفلوبد زي النوع التاني. وعليه لما يقول لي هافينج اكستنسيف ساركوبلازميك ريتيكولم تبقى غلط، الاجابه الصحيحه هافينج اكستنسيف ميتوكوندريا، لان الميتوكوندريا هي اللي فيها الاوكسيديتيف انزيمز اللي هي مسؤوله عن الاوكسيديتيف باث واي. هل being pale in color؟ لا، ده فيها بلاك كتير وفيها مايجلوبين كتير يبقى لونها احمر، red in color. هل being very fast؟ لا، لان الساركوبلازميك ريتيكولم بتاعها not that extensive. يبقى ده الاجابة السؤال التالي B like baby. السؤال الرابع، type 2 B muscle fibers are characterized by، برضو تسأل روحك، type 2 B muscle fiber دي اللي هي ال pale اللارج الفاست اللي هي لسه ريزيستنت تو فاتيج، عشان تبقى سريعه لازم الساركوبلازميك ريتيكولم يبقى اكستنسيف ويل ديفلوبد، وعشان دو نوت ريزيست فاتيج، لانها النوع ده من الفايبرز دو نوت ريزيست فاتيج عشان هو ما بيستخدمش الاكسيديتيف، بيستخدم الجلايكوليتيك باث واي اللي هو الاي تي بي بتاعه محدود. هافينج لارج موتور نيورون، دي كانت الاجابه الصحيحه، لان هي بتبقى لارج فايبرز، وفهمنا ليه لارج فايبرز، عشان خاطر تقدر تخزن جلوكوز كتير، لانها الجلايكوليتيك باث واي الواحد بيدي 2 بس، وعشان تبقى سريعه لازم يبقى الموتور نيورونز بتاعها لارج، فدي الاجابه الصحيحه. انما عندها هاي ريزيستنت تو فاتيج، لا غلط، هافينج اكستنسيف كابيلري غلط، كان بقى لونها احمر، ريليسنج كالسيوم سلولي، لا ده بتريليس كالسيوم رابيدلي عشان كده هي فاست. سؤال خامس، regarding the auction debt all of the above are correct except it allows muscle to perform exercise in absence of sufficient oxygen، صح، it is the oxygen consumed during recovery، غلط، يعني مش كل الاوكسجين consumed during recovery ده auction debt، الاوكسجين consumed in excess to resting، مش كل الاوكسجين كونسيومد في ريكفري، في جزء اللي بستخدمه من غير اكسرسايز اللي باخده زياده عن الريستنج هو ده الاوكسجين ديت، يبقى دي الاجابه الخاطئه.
هل it's used to reform ATP؟ صح. It's used to refill myoglobin؟ صح. فاكر ان قلنا to reform, refill and remove lactic acid، قلنا حتى عشان خاطر عيون ريري عشان نبقى نفتكرها. وعليه الإجابة الخاطئة وهي المطلوبة تبقى B. يبقى السؤال الأول الإجابة C for cat، الثاني والثالث والخامس B for baby، الرابع A for alpha. طيب يبقى ده الجزء الأهم عندنا وهي مناقشة الأسئلة على المحاضرة السابقة. نكمل بقى أولاد. كان عندنا ال factors affecting muscle contraction، وكنا قلنا التايب اوف ماسل فايبر، واللي قسمناها الى ان في نوعين، كل ماسل بتحتوي على نوعين من الماسل فايبرز، نوعين مش على نوع واحد، بدرجات متفاوته، يا اما اللي هو سلو سمول اللي هي ريزيستنت تو فاتيج وسلو، حتى كلها بحرف الاس لو كنت خلت بالك، قلنا انها سمول وسلو، اوعى تنسى السمول دي بتبقى سلو بس ريزيستنس تو فاتيج. والنوع الثاني اللي هو تايب 2 بي، اللي هو كان بيتميز زي ما قلنا بانه لارج وبيل وفي نفس الوقت فاست ولكن داز نوت ريزيست فاتيج، هذا النوع. ده كان اول نوع. فاذا عشان نفكر باسلوب لطيف، يبقى التقسيمه في اول واحده كانت تايب اوف ماسل فايبر ديبيندينج على مين فيهم بيريزيست ومين داز نوت ريزيست فاتيج. فيبقى تاني فاكتور قبل ما انسى ما هو الكلام بيجيب بعضه، يبقى نتكلم على الفاتيج. فتعالوا نتكلم على الفاتيج. الفاتيج معناها مش مهم الديفينيشن، حتى في كثير من الكتب ما بيكتبوش decline in the ability of muscle to generate force، يعني تدهور مقدرة العضلة على انها تدي قوة. decline in the ability of muscle to generate force. طب هذا يحدث امتى بقى؟ سيبك من definition، لانه الفاتيج يعني needs not to be defined، مش محتاج definition، انما هو بيحدث امتى. خلينا نفكر، لو عملت prolonged او strong contraction، وتعالى نرجع الملاعب عشان نفهم يعني امتى اللعيب امتى اللاعبون بيتعبوا. لو بقى المباراة طولت في اوفر تايم يبقى prolonged، او لو واحد اسرف في المجهود عمل strong contraction، فعشان كده ما عندوش بقى مخزون فلس، يبقى prolonged او strong contraction. طب ايه effects of fatigue؟ نشوف الإفكت حب النظام على الكونتراكشن والإفكت على الريلاكسيشن. برضو من الحياة، قلت الفيسيولوجي كما الحياة. دلوقتي ايه رأيك في الشوطة؟ هتبقى واحد تعبان، الشوطة بتاعته تبقى قوية ولا ضعيفة؟ انا سمعك ضعيفة، يبقى هيقل السترينث. اللعب هيبقى بطيء ولا سريع اللي تعبان ده؟ هيبقى بطيء، يبقى هتزيد الديوريشن في كونتراكشن، يبقى هيقل السترينث ويزيد الديوريشن. طب نيجي لايه الافكت على ريلاكسيشن؟ ان قلنا هيحصل كونتراكتشر اللي هو الشد العضلي، انه هيبقى انكمبليت ريلاكسيشن، فجاه تلاقي العضله انقبضت ومش راضيه تفك، انكمبليت ريلاكسيشن نسميها كونتراكتشر اند نوت كونتراكشن. وفهمت لكم ليه؟ لان قلنا عشان خاطر المايسين والاكتين يفكوا من بعض الديتاتشمنت عاوز اي تي بي. فلو حضرتك خلصت الادروجين ترايفوسفيت، مفيش ادروجين ترايفوسفيت عشان يفكهم من بعض، فبتقعد الاكتين ماسك في المايسين اللي هو بنسميه كونتراكتشر، اللي هو بنسميه الشد العضلي. طب النقطه الثالثه، ايه الكوزس اوف فاتيج؟ حب نظام جدا، في نيرف وفي نيورو ماسكولار جانكشن وفي ماسل، ما هو ده الموتور يونت، نيرف و نيوروماسكولار جانكشن وماسل. يبقى نشوف حصل فيه الفاتيج. حب النظام جدا، نمره واحد، النيرف does not show fatigue لانه محتاج مينيمال انرجي، ما بيتعبش النيرف. طب نيجي لنيوروماسكولار جانكشن، خد بالك بقى ده مش النيوروماسكولار جانكشن بيتعب، ده هو the first part to show fatigue،
اول حته بتشوفها تيجي وقلناها مع النيورو ماسكولار ترانسميشن، لا بسبب الديبليشن او الاكزوشن او بتعبير بسيط الديكريس اوف استايكولين. خلص استايكولين لما ادي رابيد ريبيتد ستيمولاي، فاكر كل ستيمولاي طلع شويه استايكولين، كل ستيمولاي طلع شويه استايكولين، خلص الاستايكولين. طيب ايه اسباب المسل فاتيج؟ المسل كاي انجن عشان يشتغل محتاج فيول، طاقه، ان الفيول خلص، العربيه وقفت لان الفيول خلص، خلص الادينوزين ترايفوسفيت والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين. طيب نمره 2، قلل البلاد فلو اللي هو هيجيب اكسجين عشان خاطر نريفورم الحاجات دي، البلاد فلو قل وبالتالي قلل الاكسجين والنيوترينتس. ونمره 3، بيتجمع جوه المسلز ميتابولايتس زي اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده ان وات واي بيعمل فاتيج؟ ما عليكش قوي بس احبك تبقى عارف، بيقلل الريليس بتاع الكالسيوم الساركوبلازميك ريتيكولم ويقلل الاكشن بتاع الكالسيوم، يعني تاثيره على الكالسيوم. يبقى لما يقول لي الكوزس اوف فاتيج، وده حتى سؤال عملي جميل جدا، بتبقى في البريباريشن قصادك في نيرف ونيورو ماسكولار جانكشن ومسل. النيرف داز نوت شو فاتيج، النيورو ماسكولار جانكشن ذا فيرست بارت تو شو فاتيج لانه بيخلص الاستايكولين. المسل بسبب نقص الانرجي برودوسينج سبستانس الاي تي بي كرياتين فوسفيت اند جلايكوجين، نقص البلاد فلو اللي يقدر يجيب لي اوكسجين عشان اريفورم الحاجات دي، وزياده اللاكتيك اسيد اللي بيمنع الريليس والاكشن اوف كالسيوم. هنا في سؤال لطيف في العمل احب اقوله لكم في عجاله، اثبت لما بعمل ستيميليشن للمسل عن طريق النيرف، يعني بحط الالكترود مطرح الليزر هنا، يبقى انا ما بعملش ستيميليشن للمسل دايركتلي، انا بعمل لها اندايركت ستيميليشن. يبقى الاستيميليشن والمسل ثرو نيرف يسموه اندايركت ستيميليشن، لما احط الالكترود على المسل ده يسموه دايركت ستيميليشن. انا عاوز اثبت ان اللي تعب هو النيورو ماسكولار جانكشن، فهعمل استيميليشن للعضله عن طريق النيرف اندايركتلي، فجاه البريباريشن كله بطل يشتغل. فانا عندي احتمالين، يا اللي تعب النيورو ماسكولار جانكشن يا اللي تعب العضله. طب فكره سهله جدا، هشيل الالكترود من على النيرف واحطه دايركت على العضله، اعمل لها دايركت ستيميليشن. يعني عملت ايه؟ فكر معايا، اي باي باست النيورو ماسكولار جانكشن، لم اقعد استخدم النيورو ماسكولار جانكشن، لم اقعد في حاجه للنيورو ماسكولار جانكشن، اني بعمل دايركت ستيميليشن مصر. سربرايزنج، بعد ما كان البريباريشن بطل يشتغل، لما اعمل دايركت ستيميليشن مصر هتشتغل. يبقى مش المصر اللي كانت تعبت، بدليل لما عملت لها دايركت ستيميليشن اشتغلت. امال مين اللي كان تعب؟ النيورو ماسكولار جانكشن، خلص الاستايكولين. زي بقولها باسلوب سهل، موظف الف وموظف ب بيأخروا الشغل، انا مش عارف ايهما، فلو اديت الشغل دايركتلي لب اللي هو المصل اللي هنا لقيته خلص، تخطيت الموظف الف اللي هو النيورو ماسكولار جانكشن، يبقى 100% العطله كانت في النيورو ماسكولار جانكشن. اظن باسلوب بسيط. يبقى ده تاني عامل اللي هو الفاتيج، وهتتكلم عليه في الثلاث نقاط الاتيه، ان هو بيحدث مع البرونجد او سترونج كونتراكشن، والافكتس تقولها على الكونتراكشن وعلى الريلاكسيشن. اهم حاجه على الريلاكسيشن دي بتيجي سؤال ام اس كيو، كونتراكشر نوت كونتراكشن، فيلير اوف ديتاتشمنت، الريلاكسيشن بيبقى انكمبليت بسبب ان خلصت الاي تي بي في الكونتراكشن فمش فاضل للديتاتشمنت حاجه. طيب الكوزس، حب النظام هتقول نيرف نيورو ماسكولار جانكشن اند ماسل، وتعمل الديسكشن اللي عملناه. نيجي العامل الثالث اللي هو ستيمولس فاكتور، يعني عوامل متعلقه بالمؤثر. هنا سوف ندرس عاملين، السترينث اوف ذا ستيمولس، قوه المؤثر، والفريكوينسي اوف ذا ستيمولس، عدد المؤثرات. نبتدي بالسترينث اوف ذا ستيمولس. بالعقل كده حتى يعني احساس بديهي ان كل ما ادي مؤثر اقوى الانقباض هيزيد، يعني هيعمل جريدنج اوف ماسل كونتراكشن، او يسموها ريكروتمنت. وريكروتمنت يا اولاد دي مش لغه طبيه، دي لغه في الحال العام. ريكروتمنت يعني التزايد. هديك مثالين، انه لما احط فلوسي في البورصه خلاص في الستوك ماركت
والسهم سعره يزيد يقولوا السهم حصل له ريكروتمنت يعني زاد. طب اديك مثال اخر، الراجل اللي في كل مؤسسه اللي بيعين موظفين جدد وبالتالي بيزود عدد موظفين في المؤسسه يسموه ريكروتر، وحتى جابوها مره فيلم، كان في فيلم اجنبي اسمه ريكروتر، فده تعبير مش طبي، ريكروتمنت يعني التزايد. ليه لما بزود قوه الاستيمولس قوه الانقباض في هذه الحاله بتزيد؟ لانه الوضع كالاتي. طيب ثواني بعد اذنكم، نأسف معلش. طيب ليه لما بزود، معلش احد الاشخاص ظهر شغل الايباد بتاعه خطأ، ليه لما بزود قوة الاستيمولس بيزيد قوة الانقباض؟ لان العضلة بتتكون من اكتر من موتور يونت، يعني العضلة دي مش حتة واحدة، بتتكون من وحدات حركة. خلاص، وحدة الحركة بتشمل آتي: 1 anterior horn cell، its axon، ونمرة 3 المسل فايبر سبلايد باي ذيس اكسون. يبقى وحدة الحركة يعني وحدة حركة يعني لازم كلهم يشتغلوا مع بعض. بتتكون من 1 anterior horn cell، its axon، والمسل فايبر سبلايد باي ذيس اكسون. ده هو الموتور يونت. فسيمبلي لما حضرتك بتدي، نفرض العضلة بتتكون من 100 موتور يونتس، لما تدي ستيمولس ضعيف، مثال مجرد مثال، هيشغل 10، تقويه يشغل 20، تقويه يشغل 30، تقويه يشغل 50، لحد ما يشتغلوا 100 كلهم. في الحالة دي حتى نسمي الستيمولس ماكسيمم ستيمولس. طب لو انت اديت بعد كده الماكسيمم بيشغل كل اليونتس، اديت سوبرا ماكسيمال ستيمولس، فكر معايا تفتكر هيحصل ايه؟ الماكسيمم سموه ماكسيمم عشان بيشغل اول يونتس. طب لو اديت سوبرا ماكسيمم، ما خلاص كل اليونت شغاله، يبقى مش هيدي انكريس ان ريسبونس. وده عارف ليه؟ هنسالك في السؤال ده، ليه السوبرا ماكسيمم ما بيديش؟ لان الموتور يونت الواحده بتتبع الاول اور نون لو، يعني يا ريسبونس ماكسيمالي يا داز نوت ريسبوند ات اول. يبقى السبب ليه السوبرا ماكسيمال ستيمولس ما بيعملش زياده في ريسبونس؟ لان الموتور يونت اوبيز الاول اور نون لو. يبقى ما هو تاثير زياده السترينث اوف ذا ستيمولس على قوه الانقباض؟ الاجابه قلنا دي بديهيه خالص، بيعمل تزايد، جريدنج اوف ماسل كونتراكشن، وسميناها ريكروتمنت، وسميناها ريكروتمنت. طيب قلنا بعد كده ما هو تعريف الموتور يونت؟ ده مهم جدا في الشفه، اللي هو 1 anterior horn cell، its axon، والمسل فايبر سبلايد باي ذيس اكسونز. طيب هنا في سؤال شفه لطيف قوي، يبقى تاني اوعى تنسى، 1 anterior horn cell، 1 axon، والمسل فايبر سبلايد باي ذيس اكسونز. احنا عندنا في جسمنا يوجد نوعان من العضلات، في عضلات بتعمل جراديوال يعني متدرج، بريسايزد يعني دقيق موفمنتس، زي الهاند ماسلز والاوكيلر ماسلز. هنا فكر معايا، تفتكر عدد الموتور يونتس في الماسلز بتاعت الهاند مثلا، ما احنا قلنا الهاندز والاي، لازم تبقى كتير ولا قليله عشان اقدر اعمل يعني انقباض متدرج؟ يبقى اقدر احرك عدد قليل وبعدين عدد اكتر، عدد اكتر، عدد اكتر، يبقى لازم حركات قليله عشان تبقى بريسايز يعني حركه دقيقه. يبقى لازم عدد اليونتس يبقى فيها فايبرز، اليونت اسف يبقى فيها عدد محدود من الفايبرز. يبقى عضلات العين ومثلها عضلات الهاند اللي تقدر تعمل جراديوال او حركه دقيقه بريسايز موفمنتس، عدد الفايبرز في اليونت قليل، من 3 ل 6 ماسل فايبرز. حتى احفظها بطريقه لطيفه، عامله زي السينما، مش السينما فيه ميعاد من 3 ل 6 اهو، من 3 ل 6 بريسايز. انما لو عضله بتعمل جروس يعني عكس فاين يعني غير دقيق، زي عضلات الباك مثلا، هل ينفع ان انا اصلب جسمي ده بان انا اشغل
3 ل 6 muscle fibers. لا ده انا عاوز مئات الفايبر عشان الباك يبقى كونتراكتد واقعد كده قاعد معاك لمده ساعه ونص من غير ما المسلز يعني تتعب عشان خاطر لازم اصلبها بعدد كبير. عشان كده بقى في حاله المسلز اوف ذا باك والمسلز اوف ذا ليج اللي هي بتشيل الجسم عدد المسل فايبرز في اليونت 100 ل 200. يبقى حسب عدد الموتور يونتس في المسل بتنقسم المسلز الى نوعين. لو المسلز بتعمل جراديوال او بريسايز موفمنتس زي الهاند والاوكيلر ماسلز هتبقى فيها 3 ل 6. لو المسل بتعمل جروس موفمنتس زي الباك وزي الليج ماسلز هيبقى فيها من 100 الى 200. يبقى ده اللي هو ستيمولس فاكتور. يبقى نلخصه تاني. الستيمولس فاكتور كالاتي: لو انا زودت السترينث اوف ذا ستيمولس هيعمل جريدنج اوف ماسل كونتراكشن اي ريكروتمنت تزايد. ليه؟ لانه هيشغل عدد اكتر من الموتور يونت. وقلنا ما هو تعريف الموتور يونت: 1 انتيرو هورن سيل 1 اكسون والماسل فايبر سبلاي بريس اكسونز. ولخصنا قلنا العضله اللي بتعمل حركه متدرجه او دقيقه جراديوال او بريسايز زي الهاند والاوكيلر موفمنت صورتهم لك بيبقى في عدد محدود عشان اقدر اعمل حركه دقيقه احرك عدد محدود وادرج بقى ازود فبيبقى فيها 3 ل 6. بينما الماسلز اللي بتعمل جروس موفمنتس حركه غير دقيقه زي الليج والباك ماسل بيبقى فيها 100 ل 200. ليه؟ يبقى التفسير اهو ان زياده السترينث بتزود عدد الاكتيفيتد فايبرز او اكتيفيتد يونتس اللي هو بنسميها ريكروتمنتس. طب الماكسيمم بيعمل ايه بقى؟ بيشغل اول فايبرز. السوبرا ماكسيمم لا نو انكريس ان ريسبونس. ليه؟ لان قلنا معلومه مهمه جدا هسالها لك، لان الموتور يونت اوبيز اول اور نون لو. طيب نيجي ناخد تاني حاجه في الاستيمولس، فريكوانسي اوف ذا ستيمولس، عدد الاستيمولاي. هنا هندرس ظاهره تانية اسمها ستيركيس فينومينون، ظاهره السلم، او نسبه للناس اللي شرحوها اللي هم الالمان تب فينومينون. يبقى تب دي معناها بالالماني سلم. لو انا اديت ريبيتد ستيميليشن يعني ما مش هغير قوه الاستيمولس، في الاولانيه انا غيرت قوه الاستيمولس، كل ما ادي ستيمولس اقوى يشغل عدد اكتر من الموتور يونت يدي انقباض اقوى لحد ما كلهم يشتغلوا ماكسيمم يدي ماكسيمم. وبعد كده ما فيش ليه؟ لانهم بيتبعوا الاورنال لو، لما يشتغلوا كلهم خلاص فتبدا دي سوبرس ماكسيمم ما يحصلش حاجه. انما هنا لو اديت ريبيتد ستيميليشن نفس قوه الاستيمولس بس متكرر هتلاقي برضه بيزيد قوه الانقباض بس بطريقه تدريجيه كما السلم اهي، اسمها ستيركيس فينومينون. الريسبونس هيعتمد على الفريكوانسي، معدل الاستيمولاي. لو انا اديت معدل صغير لو معدل منخفض يبقى الماسل هتلحق، بص معايا للرسمه بالليزر، هتلحق تكونتراكت وتريلاكس تكونتراكت وتريلاكس. يبقى هيبقى عندي سيبريت تويتشز يعني انقباضات منفصله. بس لوحظ ان الانقباض الثاني اقوى من الاول والثالث اقوى من الثاني وهكذا. يبقى منظرها زي ايه؟ بص معايا كده وخليك محق، زي السلم. فسموها ستيركيس فينومينون او تب فينومينون، ان قلنا تب يعني سلم. طب التفسير سهل جدا. لما حضرتك بتدي ستيمولاي ورا بعض، الاستيمولس الاولاني خرج كالسيوم ما لحقش هذا الكالسيوم يتاخد تاني بالساركوبلازم كتيكرم قبل ما يجي السكند ستيمولس، يعني السكند ستيمولس خرج تاني كالسيوم زياده ولسه الاولاني ما دخلش. ففكر معايا، يعني خروج الكالسيوم بيتخطى معدل اخده تاني بالساركوبلازم كتيكرم. يبقى اذا تركيز الكالسيوم في المصل بيحصل له ايه؟ بيتزايد، والكالسيوم ده اللي بيعمل انقباض.
يبقى تفسير الستيركيس فينومينون او تيب فينومينون ان ريبيتد ستيمولاي بتزود الكالسيوم في السيتوبلازم، لان ببساطه معدل خروج الكالسيوم تخطى معدل دخوله فابتدى يتجمع ويتزايد. طب لو انا زودت الاستيمولاي اكتر شويه، يعني عملت مودريت فريكوانسي، زودت معدل الاستيمولاي، فاول ستيمولس بدي كونتراكشن تابع معايا بالليزر، المصل وهي بتريلاكس ما بتكملش الريلاكسيشن، بيكون جيت تاني لان انت زودت معدل الاستيمولاي، قللت الفتره الزمنيه بين ستيمولس والتاني لو قارنتهم بدول، فالمصل بتكونتراكت وما لحقتش تكمل ريلاكسيشن، جالها السكند ستيمولس تكونتراكت وما لحقتش تكمل ريلاكسيشن، جالها الثيرد ستيمولس وهكذا. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل انكمبليت ريلاكسيشن، ده نسميه كولونس. يبقى الانكمبليت ريلاكسيشن ده نسميه كولونس او انكمبليت تيتانس. طب لو انا زودت معدل الاستيمولاي اكتر، يعني قللت اكتر الفتره الزمنيه ما بين كل ستيمولس والتاني، شايف الاستيمولاي قريبين من بعض، اول واحد يعمل كونتراكشن والعضله كونتراكتد هيجي لها الثاني فتمنتين كونتراكشن، يجي لها الثالث فتمنتين كونتراكشن، يجي لها الرابع فتمنتين كونتراكشن، يبقى هتدي كونتينوس او منتين او فيوز كونتراكشن، ده نسميه تيتانس. تيتانس يبقى العضله اصبحت في حاله تشنج. يبقى اذا الفريكوانسي في الاستيمولاي حسب عدد الاستيمولاي عندي ثلاث احتمالات، لو معدل الاستيمولاي لو ولا مودريت ولا هاي. لو لو في فرصه ان المصل المعدل قليل، يبقى في زمن في مسافه زمنيه بين ستيمولس والتاني بحيث المصل بتلحق تكونتراكت وتريلاكس فبتدي سيبريت تويتشز انقباضات منفصله، لكن لو زودت شويه المعدل بقى مودريت بتكونتراكت وهي بتريلاكس يجي لها السكند ستيمولس وهي بتريلاكس يجي لها الثيرد ستيمولس فما بتلحقش تريلاكس، ده يسموه انكمبليت ريلاكسيشن او كلونس. اما لو زودت الاستيمولاي اكتر ففي اثناء الكونتراكشن بيجي لها السكند ستيمولس يجي لها الثيرد فبيمنتين الكونتراكشن بيدي كونتينوس كونتراكشن تترس. وفي الاحوال الثلاثه لاحظت ان الكونتراكشن قوته بتتزايد لحد ما تصل الى بلاتو ثبات، يعني التزايد ده مش هيفضل كده لا نهايه له، بتوصل الى بلاتو. بسبب ايه التزايد ده بقى؟ انت تقول كلمه واحده ما تشرحش اللي انا قلته، زياده الكالسيوم، بس يبقى فاهمها ان معدل خروج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم تخطى معدل دخوله فتركيز الكالسيوم زاد اللي هو بيعمل انقباض. هنا بقى في سؤالين لطاف جدا نحب نسالهم. تفتكر انهي نوع من الانقباض هو الاكثر شيوعا في السكيتال ماسل؟ يعني وانت دي تجربه عمليه على فكره عندكم، هيسالك في الثلاث انواع من الانقباض ده انهي نوع هو الاكثر شيوعا؟ الاجابه بدون تردد التيتانس، اللي هو الكونتينوس كونتراكشن، اللي هو الفيوز كونتراكشن. ليه؟ بص لي، لان احنا في الاغلب بنحب نحافظ على البوزيشن بتاعنا. يبقى انا عضلات الباك بتاعتي في حاله كونتينوس كونتراكشن دلوقتي وانا قاعد عامل كده، يبقى الايديا دي في حاله كونتينوس كونتراكشن. لما بشيل شنطه بتبقى ايدي دي في حاله كونتينوس كونتراكشن. اذا النوع الاكثر شيوعا هو التيتانس. انا قاعد ما بقعدش اعمل كده انكمبليت ريلاكسيشن، انا قاعد في حاله كونتينوس كونتراكشن. كل واحد فيكم قاعد في وضع معين، يبص لاي حته لاي ليمب لاي طرف في جسمه هيلاقيه في وضع ثابت، معناها انه في وضع كونتينوس كونتراكشن. يبقى النوع الاكثر شيوعا هو التيتانس. نسالك سؤال تاني، طب ليه السكيليتال ماسل بتقدر وهي بتنقبض تدي استجابه للمؤثر الثاني والثالث والرابع؟ لان في اثناء الانقباض مفيش ابسولوت ريفاكتو بيريود، وإلا ما كانتش استجابت. هي لازم عشان تعمل تيتانس يبقى وهي كونتراكتد تقدر تستجيب، يبقى مفيش فترة عدم استجابة، مفيش ابسولوت افكت بيريود. الابسولوت افكت بيريود بص لي مش هتنساه، صغيرة جدا في السكيتال ماسل. عارف ليه؟ لأن الأكشن بوتنشال بتاعها شكله زي السبايك. وإحنا قلنا الابسولوت افكت بيريود بتاخد الاسندنج ليم، الابسولوت بتاخد الاسندنج وحتة في الديسندنج، ففيري شورت ابسولوت افكت بيريود. يبقى
الاكشن بوتنشال صغير لانه في شكل سبايك وبالتالي فيري شورت ابسولوت ريفاكتو بيريود وبالتالي كان مينتين كونتراكشن. اما نيجي بقى اشوف مين هيتذكرها لما نيجي للكاردياك ماسل باذن الله هنلاقي الكاردياك ماسل بالعكس بتنقبض وتريلاكس تنقبض وتريلاكس. لو عملت تيتانس نموت. تخيل لو الكاردياك ماسل في حاله كونتينوس كونتراكشن كده بتموت ايميديتلي. يبقى على راي يونس الشلبي رحمه الله يا ساتر يا رب الراجل طب اوعى تنساه. لو الهارت حصل له كونتينوس كونتراكشن يبقى خلاص هيتوقف عن النبض يا ساتر يا رب الراجل تموت. ليه؟ لان الكاردياك ماسل لا يمكن تستجيب وهي بتكونتراكت ما تستجيبش اي مؤثر اخر فما تقدرش تعمل كونتراكشن على كونتراكشن. فسرها انت ليه بقى؟ لان في اثناء الكونتراكشن في ابسولوت ريفاكتوري بيريود. طب فسرها ليه؟ لان الاكشن بوتنشال بص الايدي بفضلك بتاع الكاردياك ماسل طويل قوي في بلاتو هنا فالاكشن بوتنشال طويل فالابسولوت ريفاكتوري بيريود طويله فبتبروتكت الكونتراكشن تمنع ان يحدث استجابه لعضله الالف اثناء الكونتراكشن لانها محميه بالابسولوت ريفاكتوري بيريود لا يمكن تستجيب لمؤثر اخر فلا يمكن تعمل كونتراكشن على كونتراكشن لا يمكن تعمل تترس. ده في عجاله يا اولاد اللي هو ثالث فاكتور اللي هو الاستيمولس فاكتور. يبقى الاستيمولس فاكتور نجمعها كده بنظام اتكلمنا فيها في نقطتين قوة المؤثر ومعدل المؤثر the strength of the stimulus والfrequency of stimuli. وقلناها في الأولية كانت بديهية مؤكد لما أدي مؤثر أقوى هدي انقباض أقوى. وهنا الكلمة المهمة اللي لازم تحط تحتها 100 خط هبقى أتكلم بعد كده إجابة النظري فن اللي هو بوريه لكم في الورق إظهار الإجابة فين الكلمة ما تتوهش الممتحن يدور عليه لازم تقول له strength بيزود الانقباض بسبب recruitment أيه اللي هو الأصفر لازم يشوفها وتبقى فاهم ايه سبب الريكروتمنت انت فاهم اللغه تزايد عدد الموتور يونتس المشتركه في الانقباض المؤثر الاقوى يشرك عدد اكبر من الموتور يونتس وتشرح له من هي الموتور يونت 1 انتيرو هورن سيل 1 اكسون والماسل فايبر سبلايد باي ذيس اكسون. وسؤال شفوي انه الماسل اللي بتعمل حركات دقيقه متدرجه لازم تقدر الموتور يونت يبقى في عدد محدود 3 ل 6 عضلات الباك الليج ما مش محتاج انا دقه محتاج كميه كبيره من الفايبر تصلب ظهري تصلب جسمي يبقى 100 200 يبقى زياده السترينث بيزود عدد اليونتس فلما كلهم يشتغلوا السوبر ماكسيمم ما يعملش حاجه. ده سؤال تاني ليه؟ لان الموتور يونت بيتبع الاودرنال لو. الفاكتور التاني اللي هو معدل الاستيمولاي فين الكلمه اللي هتاخد عليها النمره ما يتوهش وراك الممتحن في ورقه النظري ستير كيس فينومينون تراب فينومينون انك لما بتزود معدل الاستيمولاي خروج الكالسيوم بتخطى دخوله فتركيز الكالسيوم يزيد ده اللي انت هتقوله يبقى تراب فينومينون سواء زياده الكالسيوم في السيتوبلازم. وعندك كام احتمالات؟ 3. لو الماسل بتلحق تكمل ريلاكسيشن تماما يبقى انقباضات منفصله سيبريت تويتشز ما بتلحقش تكمل ريلاكسيشن انكمبليت ريلاكسيشن يبقى كلونس ايفن وهي كونتراكتد بيجي لها السكند ستيمولس فبتمنتين الكونتراكشن كونتينوس كونتراكشن يبقى تيتانس وهو النوع الاغلب في السكيتال ماسل. ثانك جاد تقولها بطلاقه التيتانس هو اهم حاجه التيتانس اللي هو كونتينوس كونتراكشن. وده ليه ليه بتستجيب للسكند ستيمولس والثير ستيمولس في اثناء الكونتراكشن؟ لان ما فيش ابسولوت ريفاكتوري بيريود في الكونتراكشن. ليه؟ لان الابسولوت ريفاكتوري بيريود في السكيتال ماسل فيري شورت كومبيرد تو ذا كاردياك ماسل لان الابسولوت ريفاكتوري بيريود مرتبطه بالاكشن بوتنشال والاكشن بوتنشال في السكيليتال ماسل شورت سبايك شوكه مدته قليله جدا من 2 ل 5 مللي سكند بالكثير. طيب نيجي بقى وعاوزك تفتح ودانك ده الجزء اللي هو اهم عندنا النهارده في المحاضره اللي هو الفاكتور الرابع والخامس. طيب الرابع عشان الكلام ده هيدرس بالتفصيل في السيركوليشن وانا كنت احب ان يعني الناس اللي بتدرس فيسيولوجي كانت ترجعها للسيركوليشن احسن لان كده هيبقى سابق لعهده شويه انما اتس اوكي يعني هناخد فكره عنه في السكيليتال ماسل وبتفصيل اكثر باذن الله في الهارت. هناخد نمرة 4 و5 اللي هو اللينث تنشن ريليشن شيب واللود فيلوستي ريليشن شيب. طيب
نفهم العنوان الأول، العلاقة بين اللينث والتنشن. يعني العلاقة التنشن هنا أدام هنشوف العلاقة بين قوة الانقباض معبرا عنها في صورة زيادة في التنشن. خلاص يعني التنشن هنا اللي هيتغير، يبقى مين اللي ثابت؟ اللينث. عشان كده ده ايزومتريك كونتراكشن، دي اول سؤال. يبقى هنا نوع الادام قال لي ان احنا اللي هيعبر عن قوه الانقباض هو التزايد، كم الشد، يبقى الشد بيزيد، يبقى مين اللي ثابت؟ احنا فاهمين يبقى اللينث، فيسموه ايزومتريك كونتراكشن. طبعا هنا احنا الفكره كالاتي، ان لو عملت progressive increase in initial length of muscle، يعني زودت الطول المبدئي للعضلة، خلاص ازاي؟ بانك زودت البريلود، فده يؤدي الاتي. تعال بقى افهم معايا، بصلي من فضلك، دي عضلة اهي، دي المسل، خلاص معلقها انا هنا. ازاي ازود طولها؟ بعلق فيها لود اهو، يبقى اللود ده متعلق في العضلة قبل أن تنقبض. يعني تخيل عضلة ورحت معلق فيها ثقل، عضلة ما انقبضتش ولا حاجة، متعلقت ثقل في عضلة ريلاكسي، إيه اللي هيحصل؟ فكر معايا. إحنا قلنا إن الراجل اسمه هيل قال إن العضلة فيها contractile elements الأكتولوميسين، وفيها على التوالي series elastic elements. تخيل كده أستك ورحت معلق فيه لود، يبقى الاستك ده هيحصل له ايه؟ فكر معايا، شويه تخيل، شويه ايماجينيشن، هيتشد، يبقى التنشن هيزيد. هل العضله هنا انقبضت؟ لا، فيسموا ده باسيف تنشن. يبقى ازاي البريلود عمل باسيف تنشن؟ لانه السبب شد الاساتيك اللي في العضلات اللي هي السيريز الاستيك اليمنت. طب وكل فكر معايا ايماجين، كل ما الثقل بتاع اللود ده زاد، يبقى الاستيك اللي جوه العضله هيحصل له ايه؟ هيتشد اكتر، يبقى هيزيد التنشن اكتر. العضله ما انقبضتش، فيسموا ده باسيف تنشن، العضله ما عملتش حاجه، مفيش اي مجهود، اللود بيشد الاساتيك. عشان كده تعال نشوف ايه العلاقه هنا في الكيرف بين الباسيف تنشن والساركومير لينث. كل ما طول العضلة بيزيد، كل ما التنشن اهو الباسيف تنشن بيزيد، اللي هو ريليتد ليه؟ زي ما قلنا ليه، التفسير بتاعه ان الباسيف تنشن بروبورشنال تو ذا ديجري اوف ستريتش اوف سيريز الاستيك اليمنت. اللود الاكتر يشد الاستيك اكتر، يزود التنشن اكتر، العضلة ما انقبضتش، يبقى ده باسيف تنشن. تمام؟ وملوش ليميت، او اكشر الليميت عشان نبقى صراحه، يعني لو حطيت لود كبير كتير قوي قوي تتمزق الالاستيك اليمنتس، تتقطع الالاستيك اليمنتس. طيب كمل التجربه. بعد كده هنيجي نحط البريلود على سيرفس، وبعدين ندي ستيمولس للعضله، الكتريكال ستيمولس اهو. انا عاوزك بخيالك ايه اللي هيحصل لما تدي ستيمولس؟ هيطلع كروس بريدجز من المايسن، تمسك فيل اكتن، تشد العضله، تكونتراكت العضله، صح؟ احنا هنا اتفقنا ان اللوب مش هيتحرك، يعني الانقباض طول العضله ثابت ايزومتريك، لكن انت لما تدي ستيمولس ويطلع كروس بريدجز، بتشد بس مش قادر اتحرك، يبقى الشد هيحصل له ايه؟ هيزيد، ده يسموه اكتف تنشن. طب هنا الاكتف تنشن يعتمد على ايه؟ هو مين اللي بيشد هنا؟ بص للرسم، اللي بيشد ال كروس بريدجز، يبقى اتس ديبندنت على النمبر اوف كروس بريدجز. كل ما زاد عدد الكروس بريدجز اللي خارجه من المايسن للاكتن، كل ما الكروس بريدجز اللي طالعه من المايس انا ماسك الاكتن كل ما عددها زاد 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 هتشد اكتر، صحيح ما بتتحركش انه ايزومتريك، لكن الشد هيزيد. هنا مين اللي عامل الشد ده؟ العضله، عن طريق ايه؟ كروس بريدجز، مش مجرد الاستيك اللي جوه، احنا اللي بنشد. في الاولانيه كان التقل بيشد الاستيك، العضله ساكته والاساتيك اللي فيها اللود بيشدها، بسموها باسيف تنشن. لكن لما ادي ستيمولس والعضله تنقبض فيطلع كروس بريدجز، شد الاكتن مش قادر، قلنا ان الانقباض ايزومتريك،
and semi-active tension. It is related to the number of cross bridges. فكل ما يزيد عدد cross bridges هيزيد عدد active tension. وده within limits زي ما هنشوف. وده واحد من أشهر قوانين في العضلات اسمه فرانك ستارلينج لو. عملوا اثنين، واحد اسمه فرانك واحد اسمه ستارلينج، بس ستارلينج هو الأشهر فسموه فرانك ستارلينج لو. طيب فهنا بيقول لك within limits، يعني تعالى مع بعض، يبقى كل ما زودت الساركومير لينث اهو الاكتف تنشن هيزيد 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 حد ما يوصل ماكسيمم وبعدين يقل within limits، فده يسموه اكتف تنشن اللي هو الكيرف باللون الاسود. طبعا لو جمعت الباسيف تنشن اللي هو الشد بسبب شد السيريز لاستيك اليمنتس والشد بسبب الكروس بريدجز هيسموها التوتال تنشن. يبقى عندك في العضله بقى كم نوع من التنشن؟ تعال نفكر، ثلاث انواع من التنشنز. تنشن العضله ما عملتوش، امال مين اللي عمله؟ مين اللي شد؟ اللي شد الثقل، الثقل شد السيريز الاستيك اليمنتس فده يسموه باسيف تنشن. وده كل ما الثقل يزيد البري لود يزيد هيزيد الشد without limit. قلت الليميت الوحيد يعني ان فيسيولوجيكال تقطع السيريز الاستيك اليمنتس، انما لما تثبت طول العضله، ان احنا اتفقنا ان احنا بنشوف اللي بيعبر عن قوه الانقباض مقدار الشد، واحنا فاهمين ان في نوعين من الانقباض. لما نقول الشد اللي بيتغير يبقى ده يساوي ان اللينث ثابت، اهو العضله طولها ثابت ما اتغيرش، لما اديت ستيمولس العضله ثابته ايزومتريك. امال مين اللي هيعبر عن قوه الانقباض مقدار الشد؟ اللي عاوزك تتخيل ايه اللي بيحصل جوه دلوقتي، بيطلع كروس بيجز من الاكتين شد المايسن، كل لما طلع عدد اكبر من كروس بيجز زاد الاكتيف تنشن. طيب تعالى بقى نشوفها بعد نرجعها الحته دي، هنقولها تاني باذن الله مع السيركيليشن بتفصيلات ورسومات اكتر. قال لك ليه بنقول، وقلنا ده اسمه ستارلينج فرانك ستارلينج لو، او لان ستارلينج الكونتريبيوشن بتاعه اهم، فبعض الناس بيسموه ستارلينج لو، انما هما مش واحد اللي عمله، فرانك وستارلينج، ستارلينج هو الاهم فيسموه ستارلينج لو. بص معايا، قال لك احسن وضع للعضله هو الوضع اللي انا رسمه ده، ده اكبر عدد من الكروس بيجز طالع من المايس اللي هي باللون الاسود رايح للاكت اللي هي باللون الاحمر، اللي هو امتى؟ بص لي بقى من فضلك، ده افضل وضع العضلة لما يبقى مفيش اتش زون خالص، يعني التو اكت متلامسان، يبقى عندك اكبر فرصة لاكبر عدد من الكروس بيجز. طب لو زودت الانيشال لينس بتاع العضلة عن كده، يعني شديت الاكتن ده بره والاكتن ده بره، هي الرسمة دي الاكتن شديتهم بره، يبقى عدد السايتس اللي متاحة للكروس بيجز ايه؟ هتقل. فعش كده الانقباض بصري فوق في الكيرف يبتدي يقل. طب ليه قبل النقطة دي؟ دي أحسن نقطة برضو الانقباض بيبقى أضعف. تخيل بالعكس بقى، لو أثرت العضلة عن كده، أثرت أهو، أثرت اللينث الساركومير لينث أسر، يبقى أنت عملت إيه حضرتك؟ حضرتك ركبت أكتن على أكتن. يعني أحسن وضع لما يبقوا التو أكتنز متلامسان، يبقى ده فرصتك إنك تعمل أكبر عدد من كروس بيجز وبالتالي أكبر شد. انما لما واحد يركب على التاني يبقى واحد هيغطي السايز اوف كروس بيجز في الاخر، يبقى عدد الكروس بيجز هيقل فالانقباض تقل. واحد من اهم الارقام يا اولاد، ما هو احسن وضع للعضله لما يبقى طول الساركومير اللي هو المسافه ما بين التو سكسيسيف زد لاين، اوعى تنسى الرقم ده 2.2 مايكرونز، حفظتها لي اجيال بطريقه سهله جدا. كان في زمان في احد الانديه قلب دفاع اعتقد الاتحاد السكندري، وكان قوي جدا الراجل ده، وكان اي واحد يحاول يعديه قلب دفاع يكسره. طبعا الزمن ده ولا محاوله كسر لاعب تاخد كارت احمر وتترفد بره، انما كان كل اللاعبين يخافوا يدخلوا عليه، ده اقوى لاعب في 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 في, في الملعب. عارف كان اسمه ايه؟ افتح ودنك، 2-2 كده مش هتنسى. يبقى احسن وضع للعضله لما يبقى الساركومير لينث 2-2، افتكر اقوى لاعب هو 2-2 ده الوضع. بص لي بقى وهتفهم كويس قوي. حضرتك انت والعضله بتاعتك ريلاكسد، ده المايسن اهو،
خلاص ده المايسن. طيب كده الوضع الطبيعي وانت ريلاكسد اوريدي دلوقتي وان اكتن مغطي الاكتن الثاني، فده مش الوضع الامثل العضله انها تنقبض. الوضع الامثل لازم التو اكتنز يبقوا متلامسين كده اهو، يعني ده وضع مش كويس لان ده غطى ده، ده احسن وضع ان التو اكت ده المايسن ان التو اكتن يتلامس. يبقى نورمالي ديورينج ريست العضلات وان اكتن مغطي الثاني، فعدد الكروس بيجز قليله، بس تشدها شويه ده الوضع الامثل. وبالفطره على فكره ممكن تعرفه، اديك مثال جميل في الحياه، في مسابقه رمي الرمح خلاص اللاعب ما بيمسكش الرمح كده ويرميه، لازم بيجيب ايده لورا شويه كده، ليه؟ عارف ليه؟ عشان يطول البيكتوراليس ميجور، وبالفطره هو بيبقى عارف فين الوضع اللي هيدي اقوى انقباض. عارف الوضع ده امتى؟ لما ال تو ساركوميرز تو اكتنز يبقى تلامسة، يبقى هنا اكبر عدد من الكروس بريدجز ممكن يطلع من المايسن الى الاكتن. طب بعد كده بقى لو شديت ايده زياده عن كده بالعكس ملختها، بالعكس الانقباض هيبقى اضعف. عارف ليه؟ لانك طلعت الاكتن بره المايسن، يبقى عدد الكروس بريدجز هنا وهنا هتبقى اقل. يبقى ده العلاقه. يبقى كل ما بص اهي، تعالى هقول لك بقى ستارلينج لوب بطريقه جميله جدا. ده العضله اهي البكتوراليس ميجور، ذا مور ذا انيشال لينث، كل ما تزود الطول مبدا العضله، ذا مور ويل بي ذا فورس اوف كونتراكشن ويذين ليميتس. ده اشهر قانون، ان كل العضلات في الجسم، وهذا القانون ينطبق على الكاردياك ماسل، سكيليتال ماسل، سموس ماسل، كل ما تزود الطول المبدئي كل ما قوه الانقباض هتزيد ويذين ليميتس. وتبقى فاهمها ليه؟ ان نورمالي العضلات الاكتنز راكبه على بعض، واحنا قاعدين كده الاكت، مش ده الوضع الامثل للانقباض بدايه، هو ما اقدرش امسك الربح، ده الوضع الامثل ورمي جامد، لازم اجيب ايدي لورا شويه عشان اخليهم يتلامسا، يبقى في اكبر عدد من الكروس بريدجز، ده احسن وضع. تشد اكتر واكتر بالعكس الانقباض هيضعف. يبقى ستارلينج قال ايه؟ بص لي، ذا جريتر ذا انيشال لينث، كل ما تطول الطول المبدئي العضله، ذا مور ويل بي ذا فورس اوف كونتراكشن within limits. لو زودت عن كده لا عدد الكروس بيجيز قلت. طب ولو انقص من كده، اكتن ركب على اكتن غطى السايز بتاع الكروس بيجيز قلت برضه. طب من هو الطول الامثل اللي عنده اكبر عدد من الكروس بيجيز؟ انا سامعكم مين يقولها لي بقى، كان كام طول الساركومير لينث؟ 2.2. برافو عليك 2.2. تعال بقى نعيدها تاني بعد ما فهمتها نرجعها مرة أخرى. في حاجات لازم أرجعها يا أولاد، لأني عارف إنها صعبة، ودي بتاخد لنا حوالي نص محاضرة في الهارت، بس دلوقتي إحنا بنقولها في عجالة في خمس دقايق. إنها تعالى نعد المعلومات مع بعض. العلاقة بين الطول المبدئي العضلة لينث، هنا مقصود بـ الإنيشال لينث أوف ماسل، وقوة الإنقباض معبرا عنها بصورة إيه؟ هنا ما بنحركش اللود، يبقى الطول ثابت اللي بيعبر عن قوه الانقباض التنشن، فعشان كده بيسموها لينث تنشن ريليشن شيب. وعشان كده الطالب ذكي ادام اللي بيعبر عن قوه الانقباض التنشن واللينث ثابت، تبقى ده ايزومتريك كونتراكشن. ده سؤال مش مهم جدا في اللينث تنشن ريليشن شيب، نوع الانقباض اللي بنستخدمه ايزومتريك، لان انت بتقول انا هشوف قوه الانقباض معبرا عنها في صوره زياده في التنشن، يبقى التنشن هو اللي بيتغير، يبقى اللينث ثابت اهو، يبقى ده ايزومتريك. ادي اول نقطه. طب ازاي حضرتك هتزود انيشال لينث اوف ماسل في التجربه؟ ازاي هتعمل بروجريسيف انكريس ان انيشال لينث اوف ماسلز؟ هتستخدم لود، اللود ده بتعلقه في العضله من قبل ما تديها ستيمولس، عشان كده يسموه افهم يسموها بريلود. هتعلق بريلود اهو في العضله. اللود ده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين. قبل ما تدي الاستيمولس، مفيش هنا استيمولس في الرسمه دي، ركز معايا في الرسمه. اللود ده هيشد العضله، اكشوالي شد ايه فيها؟ نفكر في شد ايه؟ السيريز لاستيك اليمنت، ما انت عندك خيال ان اي عضله فيها كونتراكتايل اليمنتس اكتينومايسن وفيها سيريز الاستيك اليمنت، اللي هو الراجل الهيل اللي قال لنا الديزاين الرائع ده، فبتشد الاساتيك اللي في العضله. مين اللي شد الاساتيك؟ اديني ودنك.
اللود مش الماسل، يبقى ده نسميه باسيف تنشن. يبقى الباسيف تنشن بروبورشنال لايه؟ للديجري اوف ستريتش اوف سيريز لاستيك اليمنت، للشد بتاع سيريز لاستيك اليمنت. وطبعا واضح ان اي استيك تشده تشده التنشن يقعد يزيد يزيد يزيد، مفيش ليميت. يبقى الباسيف تنشن مفيش ليميت، الا قلت لك الليميت ده بيننا وبين بعض، ما تقولوش انك لو شديت قوي الاستيك اتقطع. طيب هتثبت البريلود وتدي العضله ستيمولس اهو، اللود كبير قوي العضله مش هتقدر تشيله، ما احنا قلنا ايزومتريك. لكن طب ايه اللي هيحصل؟ تخيل هيطلع من الاكتين، هيطلع من المايسين كروس بيجز تشد الاكتين، اللود مش هيتحرك بس بتشد بتشد، فالاكتيف تنشن هيزيد. هيحصل برضو في الاكتيف تنشن هيزيد بس وذين ايه؟ ليميتس. وده سميناه فرانك ستارلينج لو او ستارلينج لو. يبقى الباسيف تنشن، بص معايا ليه سموه باسيف؟ لان العضله كانت انستيميليتد، مش هي اللي زودت الشد، اللود شد السيريز الاستيك اليمنتس. انما الاكتيف تنشن كانت العضله ايه؟ ستيميليتد. مين اللي عمل الشد؟ العضله. طلع كروس بين جسم المايسن مسكت الاكتين وشدته. طب هذا الاكتيف تنشن ديبندنج على ايه؟ بالعقل. مش انت بتقول الكروس بيجز هي اللي بتشد؟ يبقى 100% ديبندنج على النمبر اوف كروس بيجز. انت كل ما بتزود الانيشال لينس تعرضها، تعال ناخدها بالاول بقى، ده الوضع بتاعك دلوقتي وانت قاعد، عاوزك يبقى عندك خيال. يبقى كل العضلات بتاعتك، ده سؤال جميل جدا في الام اس كيو، نورمالي ما فيش اتش زون. تصور يعني لو جبت عضله ريلاكس وبصيت، ده بالعكس مش بس ما فيش اتش زون، ده الاكتينز راكبه على بعض في الريستنج ستيت، فيبقى عدد محدود من الكروس بيجز. كل ما تشد العضله شويه يبقى اهي وصلت الوضع ده الامس، مازال مفيش اتش زون، بس التو اكتين اليمنتس فيلامنتس متلامسان. ده احسن وضع، اكبر عدد ممكن من الكروس بريدجز، وبالتالي اقوى شد ممكن. لما يبقى طول الساركومير قد ايه؟ اللي هو الديستان بتوين تو سكسيسيف زد لاينز. افتكر بقى اللاعب اللي كان اقوى لاعب قلب الدفاع اسمه ايه؟ كان 2.2 مايكرونز. ده اكبر عدد من كروس بريدجز. لو شديت اكتر من كده بالعكس الاكتين ده خرج وده خرج، يبقى بقى عدد البايندينج سايتس للكروس بيجز محدوده، فابتدى التنشن يقل. يبقى شفت هنا ده احسن تنشن، قبليه اقل لان الكروس بيجز اقل، بعديه اقل لان الكروس بيجز اقل. يبقى احسن تنشن امتى؟ لما يبقى مفيش اتش زون كمل مش بس، والتو اكتين فيلمنتس متلامسان مش واحد راكب على التاني. وفهمت معلومات مش فاهمها كثير بقولها للزملاء الاصغر سنا، ان ديورينج ريست الاكتينز راكبه على بعض في الريستنج ماسلز. عشان كده وانت بتعمل مسابقه رمي الرمح لازم تجيب ايدك لورا تطول شويه البكتوراليس ميجو، بالفطره توصل للوضع ده. انت كل واحد بيبقى حاسب نفسه لما اوصل دي هحس ان هقدر ارمي الرمح بقوه اكتر. 2.2 لما اجمع الباسيف تنشن على الاكتيف تنشن سموه توتال تنشن. يبقى العلاقه دي بتميز، بتقول العلاقه بين ايه وايه؟ بين قوه الانقباض معبرا عنه في صوره زياده في التنشن، بس اللين ثابت اهو، خلاص اهو اللين ثابت. يبقى ده ايزومتري، دي اول معلومه. احنا عندنا نوعين من التنشن، باسيف تنشن ده العضله نوت ستيميليتد، عشان كده سموها باسيف، العضله نوت ستيميليتد. مين اللي عمل التنشن ده؟ البريلود. عملوا ازاي؟ شد ايه فزود التنشن؟ شد السيريز الاستيك اليمنتس، عشان كده الباسيف تنشن دايركتلي بروبورشنال تو ذا ديجري اوف ستريتش اوف سيريز الاستيك اليمنتس. طب بعد كده ثبت طول العضله مش هتقدر تشيل لود، ايزومتريك، واديلها ستيمولس، هيحصل ايه بالخيال؟ هيطلع كروس بيجز من المايسن تشد الاكتين. يبقى هنا الاكتيف تنشن دايركتلي بروبورشنال تو ذا نمبر اوف كروس بيجز، كل ما فيه كروس بيجز اكتر الشد اقوى، الاكتيف تنشن يبقى اقوى. ودي الليميتس. وفهمتها ليه من الرسمه بقى؟ ده الوضع اهو، ده الوضع الامثل اهو، ده الماكسيموم تنشن. لما يبقى الساركومير لينث 2.2 مايكرونز. امتى؟ قلتها لك، لما يبقى نو اتش زون نمره واحد، ومش كده وبس، ما هنا ما فيش اتش زون. والاكتين فيلمنت متلامسان، جاست ان تاتش وذ ايتش اذر. لان اقصر من كده هو شايف تنشا اقل، ليه؟ لان واحد ركب على التاني، غطى ده غطى البايندنج سايز في ده.
فعدد الكروس بيجيس قلت. اكتر من كده الاكتين طلع بره اهي، يبقى عدد الكروس بيجيس قلت. وخرجنا بواحد من اهم القوانين في الطب اللي هو فرانك ستارلينج لو، ده جريتر اهي. بصها على الكيرف بقى بيقول ايه فرانك ستارلينج لو، الكيرف الاسود بس، بيقول ده جريتر ذا انيشال لينث، واللي يعبر هنا عنه الساركومير لينث، بس الساركومير لينث ده طول وحده الانقباض. ذا جريتر ذا انيشال لينث ذا مور ويل بي ايه، ذا مور ويل بي ذا اكتيف تنشن وذين ليميتس. يبقى تاني نقولها مع بعض، مهم جدا، اهم قانون عندنا في العضلات، ستارلينج لو، فرانك ستارلينج لو، ذا جريتر ذا انيشال لينث ساركومير لينث the more will be the active tension within limits. It depends على ايه هنسألك؟ الإجابة على number of cross bridges. هي اللي بتشد actively. طب أكبر number من cross bridges يحدث إمتى؟ لما يبقى طول الساركومير length كام؟ هنسألك 2.2 microns. هديك فاهمها برسومات رائعة اهي، حصاد السنين. في الريستنج كونديشن راكبين على بعض، كروس بيجز اقل، عشان كده لو بدات ترمي الرمح من 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 ايدك قصاد صدرك هيطلع ضعيف قوي، لان ده الريستنج، لازم تجيب ايدك لورا شويه، شد البكتوراليس ميجور شويه، شدتها اكتر من كده هتملخ ايدك، يعني خرجوا بره هي الانقباض اضعف اهي، لان الاكتين خرج بره المايس. اظن كفايه دي كده، وهنرجع نقولها تاني باذن الله مع السيركوليشن. الباسيف تنشن اوعى تنسى، باسيف اللي عامل التنشن هو اللود، البري لود. عامله ازاي؟ شادد العناصر المرنه سيريز لاسك اليمنتس. الاكتيف تنشن الماسل ستيميليتد، عشان كده سموها اكتيف ريتد تو ذا ايه، للاكتيف، للنمبر اوف كروس بيجز اللي هو اكتر ما يكون عند كام 2.2. تجمعهم الاثنين مع بعض يبقى التوتال. اي ثينك كده موضوع صعب شويه بس اتس فيري كلير. نيجي ناخد اخر فاكتور بيأثر في power of contraction اسمها load velocity relationship، برضو هناخدها يا ولاد circulation. الكلام ده كان too early ان يتقال دلوقتي، بس يلا نصيبكم بقى، فلازم اساعدكم فيه عشان تعرفوا الجواب. load velocity relationship هنا عايز اشوف العلاقة بين ال velocity of shortening وال load، العلاقة بين الثقل وسرعه القصر بتاع العضله. طيب ما انا قلت في وبالتالي يبقى الكونتراكشن هنا العضله بتقصر شورتنج، يبقى لازم الانقباض هنا عكس الفاكتور قبليه يبقى ايزوتونيك، تنشن ثابت والطول بيتغير، العضله بتقصر بتقصر بتقصر. وقلت لك انه قولها لك تاني، العضله بتقصر يبقى ده يسموه ايزوتونيك، لان اللينث مش ثابت خدناها. مين اللي قصر العضله؟ كيف يعني لما العضله تقصر في الايزوتونيك مين اللي يعبر عن قوه الانقباض؟ حاجه من اتنين، دي عضله الف ودي عضله ب، اديتهم ستيمولس، دي اس قد كده دي اس كده بس، يبقى مين الانقباض بتاعه اكتر؟ الف. ليه؟ الديجري اوف شورتنج، مدى القصر. انما في طريقه تانية، طب دي عضله الف ودي عضله ب، الف اديتها ستيمولس فقست، ب اديتها ستيمولس، بصي قست لنفس المقدار، هي نفس المقدار بس بسرعه ابطا، يبقى مين اقوى؟ دي هنا ما عرفتهاش بقى من الديجري اوف شورتنج، انما عرفتها من الفيلوسيتي اوف شورتنج، سرعه القصر. يبقى تاني في الايزومتريك اللي بيعبر عن قوه الانقباض حاجه واحده بس، الاكتيف تنشن، مدى الشد، حاجة واحدة. إنما في الايزوتونيك أصعب قليلا، العضلة بتأثر، فاللي يعبر عن قوة الانقباض العضلة دي الانقباض بتاعها أقوى من دي. ليه؟ لأن دي قست أكتر من دي، الديجري أوف شورت. طيب العضلة دي والعضلة دي قسروا نفس المقدار بس دي أقوى، لأنها الفيلوسيتي كانت أسرع من التانية. فإحنا هنا اللي بيعبر عن قوة الانقباض بقى مش مقدار الشورت، الفيلوسيتي، سرعة الشوط، يديني فهم. وبرضه تجربة رهيبة مش في وقتها دلوقتي بس نقولها. بص معايا، دي ماسل يا ولاد، تابعني بالليزر. قبل ما تنقبض اللود اللي بنعلقه فيها قبل الانقباض بنسميه بريلود.
فهمنا ليه سموه له بري؟ لانه بيفور ستيميليشن، بيفور كونتراكشن، فعشان كده سموه بريلود. بنعلقه في عضله ريلاكس لسه ما عندناش ستيبلس، فسموه بريلود لحد ما العضله اهي البريلود هيزود طولها، ولما نلاقي طولها ثابت نحط تحتيه سبورتنج سيرفيس، اهو سيرفيس كده يعني يشيل البريلود ده بعد ما سبتها تطول. يبقى فكر معايا، لو حطيت اي لود دلوقتي تاني فوق البريلود اللي هو باللون الاحمر اهو، هل العضله اللود ده هيشد العضله هتحسه اساسا؟ لا، لان انت مثبت على سبورتنج سيرفيس. امال امتى اللود ده العضله هتحسه؟ فكر معايا، لو اديت ستيمولس للمصل وانقبضت واسرت هتشيل البريلود والافتر لود، عشان كده سموه افتر لود، لان العضله مش هتحسه غير افتر ستيميليشن، افتر كونتراكشن. يبقى عندي كام نوع من اللود في الدنيا؟ يوجد نوعين من اللودز، بريلود اللي العضله بتشيله قبل الانقباض اهي، وهي ريلاكسد شايله البريلود، وطبعا هتشيله بعد الانقباض لما هتنقبض هتشيله، بس متشال من قبل الانقباض، يبقى سموه بريلود. انما في لود مش حاسه خالص وما عملش فيها اي ستريتش، ما طولهاش زي البريلود، لان في سبورتنج سيرفيس هتشيله بعد ما تنقبض، فيسموه افتر لود. يسموه ايه يا اولاد؟ افتر لود. طيب، وحتى بمناسبه جميله تملي، بحب افهم الطلاب ان احنا اللودز عندنا في الدنيا بريلود وافتر لود، واحد العضله بتشيله من قبل ما تنقبض، واحد العضله بتشيله بعد ما تنقبض. فاللي قبل يبقى بري لود، اللي بعد ما تنقبض يبقى افتر لود. ليه جابوا الكونسبت ده منين؟ اقول لك حاجه، في يعني مصر حققت في امريكا نتائج رائعه في رفع الاثقال بالامس، الولد والبنت ساره والولد، حتى الاثنين عملوا كده وخد 3 ميداليات. في ليه 3 ميداليات؟ انا عايز اقول لك حاجه، هو فيهم ميداليتين بري لود وافتر لود. تعال اتفرج، هشبهها ما امكن، تابع معايا. في مسابقات رفع الاثقال يتم اختبار المتسابق بطريقتين، سوري ده كده، انا في مره هقعد اللود كده اهو، ده اللود اهو، تخيل هنا في اثقال مفيش، انا عارف اهي المسطره، يبقى هنا دلوقتي انا لود العضله شايلاه قبل ما تنقبض، من قبل ما ارفع اللود والعضله شايلاه، ده اسمه بريلود. ده حلو قوي، عارف ليه؟ لان هذا البريلود كل ما تقل ايه اللي بيحصل؟ هيشد على العضله، هيزود انيشال لينث، فحسب قانون ايه؟ ستارلينج لو، هيزود الفورس اوف كونتراكشن. يبقى البريلود حلو لان العضله شايلاه من قبل ما ترفعه، معلقها في ايده اهو، بلس كده اللاعب يقعد كده نص دقيقه معلق اللود، العضله ما انقبضتش، اللود متشال من قبل ما تنقبض، فيسموه بيفور، يبقى يسموه ايه؟ بريلود. ده حلو ليه؟ كل ما زاد الثقل كل ما الانيشال لينث هيزيد، صح؟ حسب ستارلينج لو هيزيد الكروس بيجيس، هيزيد الفورس اوف كونتراكشن طبعا وذين ليميتس، يعني لو حطيت له طن هنا وطن هنا مش هيشيل حاجه، لان القانون بيقول وذين ليميتس، بس قبل الليميت ده علاقه حسنه. تملي طول عمري يقول البريلود حلو جدا، كل ما زاد البريلود زاد الانيشال لينث، حسب ستارلينج لو زاد الفورس اوف كونتراكشن، ده البريلود. نيجي النوع الثاني بقى اسمه افتر لود. يقول لك ايه حضرتك؟ اللود محطوط على الارض، انا مش عارف اعملها لك ازاي، انما تعالى نشبه اهو، اللود كده حضرتك هتنزل كده تمسك اللود بس ما ترفعش اللود، يعني جاست تاتشنج اللود اللي على الارض اهو، متخيل انت؟ يعني مش هتشيله قبل ما ترفعه، تشيله فقط لما ترفعه، فيسموه افتر لود. يبقى تخيل اللاعب نزل حط ايديه على البار كده بس ما شالش، مش مسموح له يعلقه كده زي البري لود، حاطط ايديه عليه بس، يقول يلا بياخدوها نطر شيلها فجاه. يبقى امتى المصل هتحس اللود؟ لما تشيله، لان قبل ما تشيله جاست حاطط ايديه على البار، فيسموها افتر لود. يبقى فهمت فكره البري لود والافتر لود؟
اللود اللي متعلق في العضلة من الأول ده اسمه فري لود، وده حلو ليه؟ بيزود الانشال لينث، فحسب قانون ستارلينج هيزود قوة الانقباض وذين ليميتس. انما الافت اللود لا، انت بس تاتشنج البار اقول لك يلا شيله، يبقى هتحسه لما تشيله، يبقى هي نصيبها. طلع لود صغير هتشيله بسرعة جدا، طلع لود اكتر هتشيله ببطء، طلع اكتر هتشيله ببطء اكتر لحد ما تشيلوش خالص، يبقى العلاقة عكسية. تصور عشان كده نفس اللاعب بطل العالم في البريلود بيجيب ثقل اكتر بكتير من الافت لود. لما تسمح له يعلق اللود كده يبقى واقف ومعلقه في ايديه شويه، هيزود الانشال لينث حسب ستارلينج لو زود قوه الانقباض، يبقى الفيلوسيتي دايركتلي بروبورشن تو بريلود اهي. يبقى هنا هنقول الفيلوسيتي دايركتلي بروبورشن تو بريلود، انما انفيرسلي بروبورشن تو ذا افتر لود. يبقى بتتناسب طردي مع البريلود ودي الليميتس اللي هي ستارلينج لو، انما بتتناسب عكسي مع الافتر لود. طيب فرسموا العلاقه، خد بالك، ما بين الفيلوسيتي اللي هو سرعه القصر ومشوا البريلود والافتر لود، الكيرف الاساسي علاقه الفيلوسيتي مع الافتر لود، علاقه بسيطه جدا ومنطقيه جدا وبديهيه جدا. اللاعب اللي هو تاتشينج البار بس، لمسه بس 100% من غير شرح، لو اللود صغير قوي هيشيله بسرعه جدا، اللود كبير هيشيله بسرعه اقل، اللود كبير قوي بسرعه اقل لحد ما في الاخر ما يقدرش يشيله، يبقى العلاقه انت قلت عكسيه اهو. يبقى كل ما زاد، بص لي على الكيرف، كل ما زاد الافتر لود اهو هيقل الفيلوسيتي لحد ما تقدرش تشيلها، يسموها بي او، يعني اللي هو الفيلوسيتي اوف شورتنج زيرو عند بريشر. وانا ليه بيقولوا بي دي؟ برضه احب افهمها لكم، انا عارف الزملاء مش عارفين دي في السيركوليشن يا اولاد. يعني من هو الافتر لود قصاد الهارت؟ الهارت ما بيشيلش اثقال، ده الهارت. البريلود اللي هو حجم الدم اللي جوه القلب، يعني الدم اللي استقبله الهارت من الفينز، كل ما استقبل دم اكتر بص لايدي هيشد الهارت اكتر، فقوه الانقباض تزيد، ده بريلود. يبقى تاني، يبقى الفوليوم بتاع البلاد جوه الهارت ده بيمثل في الهارت، هنقولها تاني في السيركوليشن، يمثل بريلود، ودي من عجائب الخلق والخالق. اديك في الاول مره فهمت فكره الستارلينج لو، ان الهارت بيظبط الانقباض على الدم اللي راجع، يرجع له دم اكتر لازم ينقبض اقوى. جات ازاي؟ اما يرجع له دم اكتر نفخ اكتر، يبقى زاد الانيشال لينث، يبقى حسب ستارلينج لو يزيد الفورس اوف كونتراكشن اللي يضغ الدم الاكتر. شيء رائع، تناسب طردي مع البريلود. طب فين الافتر لود في السيركوليشن؟ الافتر لود في السيركوليشن اوعى تنساه ما حييت، هو الاورتيك بريشر اللي هو الارتيريال باب بريشر، ايه مع الايه؟ ادي الهارت وادي الاورتيك فالف اهو. الهارت لا يدري شيء عن الضغط وراه، يعني مش حاسس بيه. مين اللي فاصلهم؟ الاورتيك فالف. هينقبض الهارت، يتفتح الاورتيك فالف، يفاجئ بالضغط. لو الضغط قليل هيضخ بسرعه جدا، لو الضغط عالي هيضخ ابطا، عالي ابطا لحد ما في الاخر من كتر ما الضغط عالي جدا مش قادر ينقبض. عشان كده سموها بريشر او، البريشر اللي عنده الفيلوسيتي او. تبقى فاهم كيف يا جابوس؟ ده مش ما يتشرحش في السكيتال المصري الاساسي، شرح في الكاردك، هقولها بتفصيل اكتر. يبقى تاني، الموضوع ده اساسا عشان الهارت، لان احنا عندنا نوعين من الهارت فيلير، يعني الهارت ممكن يفيل لو زودت الدم اللي جاي له اللي هو البريلود، او زودت الضغط قصاده اللي هو الافتر لود. دي سؤال بناخد الموضوع ده، وفهمتها لك في الاثقال، لما نحس اللود قبل ما ننقبض تبقى بريلود، لكن لما نحسه بعد ما ننقبض تبقى افتر لود زي في المتسابق. معلق اللود زود الانشال لينس يبقى ده بريلود، لكن هياخده خطف بعد ما ينقبض بس يبقى ده افتر لود. الاولاني حلو لانه كله كل البريلود كل ما زاد هيزود الانشال لينس حسب قانون ايه؟ ستارلينج، هيزود الفورس كونتراكشن. يعني كلام ازيف ذا هارت از كمبيوترايزد، ايه الروعه في الخلق الالهي دي؟ يجي له دم اكتر، يتشد اكتر، قوه الانقباض تزيد اكتر لتناسب الدم الاكتر اللي جاي له. بريلود، ذا فيلوسيتي از دايركتلي بروبورشنال to the preload within limits. starting low اوعى تقولها من غير within limits هتاخد صفر، كل حاجه لها ليميت. انما الافتر لود فين في السيركوليشن؟
اللي هو الاورتيك بريشر. الهارت هو مش ده الاورتيك بريشر عالي واطي مفصول عنه بالاورتيك فالف، هيحسه امتى؟ بعد ما ينقبض ويفتح الاورتيك فالف يحسه، يبقى بعد ما ينقبض يبقى افتر لود. هنا الضغط قليل هينقبض بسرعه، الضغط اعلى ينقبض ابطا، اعلى ابطا لحد ما عالي خالص ما ينقبضش خالص، بريشر زيرو. طيب يبقى ايه العلاقه بين الفيلوسيتي والافتر لود؟ بفهم مفهومه، كل ما زاد الافتر لود الفيلوسيتي تقل، زاد الافتر لود الفيلوسيتي تقل لحد ما الافتر لود يجي جدا الفيلوسيتي اوف شورتنج تبقى زيرو، اللي هو سموها بي زيرو. البريشر في الـ في الـ في الـ في السيركوليشن اللي عنده الهارت ده هيبقى مش قادر ينقبض زيرو. طب بنفس المنطق لطالب ذكي، كل ما اقلل الافتر لود الفيلوسيتي تزيد، ما العلاقه عكسيه، اقلل تزيد، اقلل تزيد. مخك يقول لك الفيلوسيتي ماكسيمم، الفي ماكس دي تحصل امتى؟ انا اقول لك، انا مخي يقول لي انت بتقول كل، طبعا كل ما اقلل اللود الواحد يشيل اسرع، اقلل يشيل اسرع، يبقى اسرع انقباض يحصل امتى؟ لما اللود يبقى صفر. يعني تخيل لو شلت كل اللودز دي واديت العضله ستيمولس، مخي يقول لي لو ما فيش اي لود لا بري ولا افتر، شلت كل اللودز واديتها ستيمولس تنقبض باسرع سرعه. المفاجاه ان لو ما فيش لود خالص، لو العضله مش حاسه ان في لود خالص واديتها ستيمولس ما تنقبضش خالص. عشان كده قال لك الفيلوسيتي ماكسيمم دي اذا ايماجري بوينت، ودي من رائع الخلق والخالق ان العضله ما بتنقبضش بتسلي روحها. يعني تصور العضله دي في الرسمه دي مش شايله اي لود لا بري ولا افتر، مش حاسه باي لود، مش حاطين فيها لود، اديلها ستيمولس مخك يقول لك تنقبض بسرعه جدا، ما مش شايله اي حاجه. المفاجاه لن تنقبض على الاطلاق خالص. يبقى الفيلوسيتي ماكسيمم ثيوريتيكالي بتقول انه لو اللود صفر الفيلوسيتي هتبقى ماكس، لو اللود صفر الفيلوسيتي هتبقى ماكس. بس دي نقطه ايماجري، يقول لك اكسترابوليتد يعني خارج قطبي الكيرف، اهو الكيرف اهو، ادي قطب وادي قطب، النقطه دي خارج القطبين، يعني انت نتوقعها حضرتك، انت دي الحته اللي بتعملها فعلا. لو شلت اللود خليت اللود صفر اهو، الافتر لود صفر اهو اهو، هتقول عند النقطه دي مفروض الفيلوسيتي امشي الكيرف كده بايدي هتبقى هنا، دي يسموها فيلوسيتي ماكسيم. ايماجري بوينت نوت ريال، بره قطبي الكيرف، اكسترابوليتد بوينت، لان العضله لا تنقبض بدون لود، لان العضله قوه عاقله مش هتعمل مجهود على الفاضي. تعمل مجهود ليه؟ فكر بقى، يعني هقولها لك بطريقه ثانيه على الهارت. واحد نزف، كل ما ننزف الضغط يقل، فلما يفتح الاورتيك فالف الضغط قليل الهارت ينقبض اسرع، ينزف اكتر الضغط قليل الهارت ينقبض اسرع عشان يعوض نقص الدم فبينقبض اسرع، نزف اكتر الهارت ينقبض اسرع، ما فيش قصاده لود. طب لما تنزف كل الدم مخك يقول لك بقى ده الهارت هينقبض باسرع سرعه، سربرايزنج ما ينقبضش خالص، ينقبض ما فيش دم اساسا ينضخ. دي من عظمه الخلق والخالق انه when there is no after load ثيوريتيكالي، نظريا ما فيش لود يبقى الهارت ينقبض باسرع سرعه، ما بينقبضش خالص. It's an extrapolated point, imaginary point. انت تقول لو نزل اللود لصفر في الكيرف هنا مفروض الفيلوسيتي تبقى هنا. ده القصه. يبقى عرفنا ما هو الفرق، تعال بقى نلخص روحنا. في كام نوع من اللود بيتعرض ليها اي عضله؟ اللود اللي هيشد العضله قبل ما تديها ستيمولس، قبل ما تنقبض، يبقى يسموها بالعقل قبل الاستيمولس، قبل الانقباض، قبل قبل قبل، يسموها بري 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 لود. دي حلوه ولا وحشه؟ حلوه جدا، زي في المتسابق كل ما تعلق فيها لود اكتر الانيشال لينث هيحصل له ايه؟ الطول المبدئي هيزيد حسب قانون اسمه ايه؟ ستارلينج، هيزيد الفورس اوف كونتراكشن وبالتالي الفيلوسيتي اوف شورتنج وذين ليميتس. تمام؟ طيب من هو الافتر لود؟ انت اهي زي انا لما اشيل كده، اشيل ده كده اهو، اهو شايفني؟ اهي انا كده مش شايف، هشيله بعد ما انقبض، يبقى ده بالنسبه لي افتر لود. اللي انت شايفه ده دلوقتي انا مش شايف حاجه،
بعد ما العضله تنقبض هتشيله، يبقى ده فور مي يعتبر افتر لود. لكن لو انا شايله من الاول كده متعلق في ايدي يبقى ده هيزود النيشن لينز، ده بري لود. لكن لما يكون في سبورتنج سيرفيس كده وانا ماسك زي ما المتسابق يبقى بس لامس البار بس هو محطوط على السيرفيس هيحسه لما يشيله اهو، ده يسموه افتر لود. التقل قصير اشيله بسرعه جدا، تقل اكتر بسرعه ابطا، اكتر بسرعه اقل، لحد ما يبقى ماكسو ما اقدرش اشيل خالص. طب مخي يقول لي لو شلت كل اللود هتنقبض بس على صوره، مش هتنقبض خالص، لازم تحس اللود. ماسلز قوه عاقله من الخالق. يبقى من هو الافتر لود؟ اللي هو اللود اللي هتشيله هتحسه وتشيله بعد ما تبقى سيبريت، بعد ما تبقى كونتاكت، يسموه افتر 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 لود. كل ما زاد هنا علاقه عكسيه، يقل سرعه الانقباض، زاد يقل لحد ما سرعه الانقباض تبقى صفر اهو. اللي هو بيقول لك بي او، بي او اللي هو عشان الكارديك ماسل، البريشر الاورتيك بريشر اللي عنده الهارت مش قادر ينقبض من كتر ما هو عالي. طب مخي يقول لي بقى طب كل ما اقلل سرعه الانقباض تزيد، صح، اقلل البريشر يزيد، اقلل يزيد. طب امتى يبقى ماكسيمم لو مفيش لود خالص؟ قلنا ده ماسل كان نوت كونتراكت ويزاوت لود. It's an extrapolated point. بره two poles. Imaginary point. على نفس الكيرف ممكن ندرس تأثير البريلود. يعني نفرض ان في التجربة دي اللي فوق كان البريلود 2 جرام. لو انا حطيت بريلود 4 جرام يبقى هيشد العضلة اكتر. يبقى هنبتدي بانيشال لينث بدل كده. هنبتدي بانيشال لينث كده. يبقى تتوقع الفيلوستي قلنا بروبورشنال مع البريلود. يبقى الكيرف اللي هو ب 2 جرام هيبقى اوطى من الكيرف بتاع ال 4 جرام. يعني لو بدات ببريلود 4 جرام هيشد العضله اكتر، هيزود انيشال لينث، حسب ستارلينج لو هيزود قوه الانقباض. ودي اللي متفاهمين بس هيزود قوه الانقباض، فالكيرف شيفتس ابورز، هم يحبوا ابورز دي ناحيه ايد اليمين اند تو ذا رايت. يقول لك زياده البريلود على نفس الكيرف ده لو درست تاثير زياده البريلود هيشيفت الكيرف ابورز اند تو ذا رايت. طب المفاجاه الجميله بقى، ما هو تأثير زيادة البريلود على الفيلوستي ماكسيمم؟ الإجابة الطالب فاهم نو إفكت. عارف ليه؟ هو ثيوريتيكالي من هي الفيلوستي ماكسيمم؟ إمتى العضلة هتنقبض ماكسيمم فيلوستي نظريا؟ لو مفيش ولا لود، لا بري ولا أفتر. يبقى الفيلوستي ماكسيمم هي نقطة نظرية هتنقبض عندها العضلة بس على سرعة لما تبقى مش شايلة أي لود، لا أفتر ولا بري. طب يبقى ديفنتلي البريلود لا يمكن تاثر على الفيلوستي ماكسيمم، فكيف تتاثر نقطه ما عندهاش لود؟ بتفهم عربي بتغير اللود. يعني هي نقطه اساسا مفترض فيها ان اللود عندها صفر، يبقى ازاي اقول تغيير اللود ياثر فيها ازاي؟ انت بتقول لي الفيلوستي ماكسيمم نقطه نظريه اللود فيها صفر، يبقى تغيير اللود ما ياثرش في الفيلوستي ماكسيمم. فالفيلوستي ماكسيمم لا تتاثر بتغيير البريلود. حتى شوف لو مديت الكيرفين، حتى انت مديتهم ما عملتش تجربه هتلاقيهم يلتقيوا في نفس النقطه. يعني تغيير البريلود خلى الكيرف طلع لفوق، شيفتد ابورز اند تو ذا رايت، انما لم يؤثر في الفيلوستي ماكس. دي واحد من اصعب الحاجات اللي هناخدها في السيركوليشن يا اولاد، بس هقولها بتفصيل اكثر هناك، هعيدها في عجاله ويبقى فاضل لي حاجات بسيطه ونخلص. لود فيلوستي ريليشن شيب، العلاقه بين اللود والفيلوستي اوف شورتنج. يبقى الانقباض ايزوتونيك، دي اول معلومه، عد معايا. يبقى نوع الانقباض هنا ايزوتونيك. في كم نوع من اللود تعرفهم؟ اعرف نوعين. اللود اللي شايلاه العضله من قبل ما تنقبض، من قبل الاستيميليشن، يبقى بري لود. طب العلاقه، كل ما زودته هيزيد الانيشال لينث حسب ستارلينج لو، هيزيد الفورس اوف كونتراكشن ودين ليميتس اهي. يبقى الفيلوستي دايركتلي بروبورشن تو بري لود. طب من هو الافتر لود؟ هو اللود اللي هتشيله العضله بعد الانقباض، بعد الاستيميليشن. صغير هتشيله بسرعه، اكبر بسرعه ابطا، اكبر بسرعه بتفاجئ بيه، لانه ما استفادتش بانه ما زود لهاش الانيشال لينث لحد ما في لحظه ما تقدرش تشيل، يبقى الفيلوستي تبقى صفر. كيرف هنا الفيلوستي صفر. طب والمنطق العكسي، يبقى الفيلوستي انفرسي بروبورشن تو افتر لود، يبقى دايركتلي مع البري وانفرسي مع الافتر. لو قللت الافتر لود الفيلوستي تزيد، قللت تزيد، مخك يقول لك الفيلوستي ماكسيمم تحصل امتى؟ لما اشيل كل اللود، ما فيش لود، اللود زيرو، تشيل باسرع سرعه. سربرايزنج، مش هتشيل خالص،
يبقى it's extrapolated نقطة خارج قطبي الكيرف. احنا اللي بنتخيل بنمد كده من الشرط دي نقول كام مفروض لما اللود يبقى صفر الفيلوسيتي ماكسيم هتبقى هنا، لان المصل قوة عاقلة لن تنقبض بدون لود. تمام؟ طيب انا دول الخمس عوامل اللي بيأثروا في السمبل مصل او في المصل كونتراكشن. في عامل سادس في بعض الجامعات احب اقوله لكم اللي هو التمبرتشر. لو سخنت العضلة عملت لها وورمينج تفتكر قوة وسرعة الانقباض يحصل لها ايه؟ بالبديهي كده هيزيد السرعة بتاعت الانقباض وقوة الانقباض. والدليل على ذلك ان احنا قبل ما اي لاعب ينزل بيعمل فترة تسخين، يعني ما يضيعش طاقة على الفاضي. طب بأي طريقة التسخين قوة الانقباض؟ بطريقتين، بيزود الانزيماتيك رياكشن، كل انزيم بتشتغل لما الحرارة تزيد، وبيقلل الفيسكاستي اللزوجة بتاعت العضلة. يبقى ده ممكن تعتبره عامل سادس. يبقى الوورمينج بيزود الفيلوسيتي اوف كونتراكشن، خلاص، ويزود السترينث اوف كونتراكشن، يبقى سرعة وقوة الانقباض. ليه؟ حاجتين، زود السرعة والقوة لسببين، عمل زود الانزيماتيك رياكشن ونقص واحدة الفيسكوستي. طب قول لي انت بقى تأثير الكولد. العكس، الكولد هيخلي البرد هيخلي العضلة اكثر لزوجة، هيزود الفيسكوستي والانزيماتيك رياكشن اقل، وعليه سرعة الانقباض وقوة الانقباض هتقل. فده عامل سادس ممكن تكتبه. يعني لو انا بقى رأيي يبقى في ست عوامل في بعض الجامعات وخمسة في جامعات الاخرى. انا في سؤال مهم دي هتاخدوها في العملي حتى في الجامعات اللي مش عليها. طب الورم والكولد يماثل اي منهما يماثل الفتيج؟ طبعا الكولد. يبقى تاني في عجاله، الورم اللاعبين بتسخن ليه؟ عشان الاداء يبقى احسن ولا اوحش لما ينزل؟ احسن، يبقى الانقباض بتاعه اسرع خلاص واقوى لما يشوط. طب ليه الورمينج بيعمل كده؟ يزود حاجه وينقص حاجه، يزود انزيماتيك رياكشن ينقص الفيسكوستي، الكولد العكس تماما. ولا تنسى الفتيج يماثل الكولد. فاضل شويه اسئله شافوا نقولها ونقفل يبقى السكيتر ماسل خلصت. يبقى فاضل لنا المحاضره القادمه باذن الله سموث ماسل. طيب فكره كالاتي، الكترومايوغرافي رسام العضله الكهربائي، الكترو مايوغرافي، الكترو يعني كهرباء، مايو يعني عضله، جراف اللي هو الرسام. الرسمه نفسها دي يسموها الكترو مايوغرام، يبقى الجهاز الكترو مايوغراف، الرسمه اسمها الكترو مايوغرام. يبقى ما هو الالكترو مايوغرافي؟ ده سؤال بكتير شافه غالبا ما بتسالش، بس يعني احنا بنغطي الكورس كاملا. It is the record of the electrical activity of muscle. هي الكلمة بتقول electromyogram، تسجل كهربة العضلة. Record of the electrical activity of the muscle. جهاز بيتكون من كام جزء؟ بتروح تشتري الجهاز من أي شركة محترمة، تفتح الصندوق تتأكد إن هما ما يضحكوش عليك. في ثلاث حاجات جوه الصندوق. Sensitive galvanometer اللي هيقيس الكهرباء اللي هو cathode ray oscilloscope، ده أغلى حاجة في الجهاز. وقلت إيه فكرة cathode ray oscilloscope؟ أقولها تاني مع إني قلتها في النيرف. ان ريكوردينج سيستم، المؤشر بتاعه مش زي الجلفانومتر بتاع الكهربائي معدن، لا ده بيم اوف الكترون، شعاع الكتروني، ملوش وزن يذكر، نو ويت، وبالتالي نو انيرشي، مفيش قصور ذاتي، فحركته سريعه جدا. يعني قيس الحركات السريعه والصغيره اللي هي متميزه بيها النيرف والمسلز. يبقى ليه بنستخدم الكاثود ري اوسيلوسكوب ولا نستخدم النورمال جلفانومتر بتاع الكهربائي؟ لان النورمال جلفانومتر المؤشر بتاعه معدن، له وزن، له قصور ذاتي، لو تغير صغير مش هيسجله، تغير سريع مش هيعمله، وريتها لكم في النهايه. انما الكاثود ري اوسيلوسكوب ريكوردينج سيستم بيم اوف الكترونز، نو ويت، نو انيرشيا، كان فولو سمول اند فاست اور رابيد تشينجز. طب ثاني جزء ارخص شويه، الكتريك امبليفاير، مكبر كهربائي. تالت جزء جوه الصندوق لازم تلاقيه حاجتين، لو الكهرباء قويه اناف هتوصل الجلد، الالكترود هيبقى عباره عن
ميتال ديسك الكترود، ديسكات كده تحطها على الجلد، وده في الاغلب ما بيستخدمش، غالبا الكهرباء ضعيفه اناف بحيث لازم ندخل لها. فتاني نوع من الالكترودز اسمه هايبوديرميك نيدل، يعني تحت الجلد، هايبو يعني تحت وديرمس يعني جلد، هايبوديرميك نيدل. هل لو جيت العضله كده واحنا بيعملوا لك اختبار كهربائي للعضله، وانا عملت الحكايه دي كان عندي اصابه كنتيجه للرياضه في الباك، فعملوا لي الكترومايجرافي. هل لما يحطوا الالكترودز في العضله وانا قاعد ما بعملش حاجه هلاقوا كهرباء ولا مش هلاقوا كهرباء؟ ده اول سؤال هنساله لك. طبعا هنلاقي كهرباء، there is little activity during rest. طب ايه مبعثها؟ عشان قلت لكم جمله مهمه جدا، الماسلز during rest are not relaxed. الماسلز during rest not relaxed، فيها ماسل تون، فعشان كده هيك even during rest في كهرباء ضعيفه، يبقى هقول لك عليها بالليزر. طيب هيقول لي بقى وانا قاعد، يقول لي من فضلك كمريض زود الماسل كونتراكشن، يعني اقبض رجليك كده. فانا هزود الماسل كونتراكشن ازاي؟ ما احنا قلناه بان انا هزود النمبر اوف كونتراكتنج يونتس اللي قلناها قبل كده، اللي اسمها ريكروتمنت، يعني التزايد الموتور يونتس. فبص تلاقي الانقباض بيزيد اهو، وبالتالي الكهرباء تزيد. هنا بقى في سؤال جميل، زيادة قوة الانقباض وعليه زيادة الكهرباء الصادرة من المصل مبعثها للأوائل حاجتين مش حاجة واحدة. واحدة قلناها قبل كده، زيادة عدد اليونتس المشتركة، increased the number of contracting units اللي هي recruitment. وحاجة تانية ان انا المخ بيبعت more nerve impulse، increased frequency of action potentials في النيرف. او ممكن سؤال يتسأل بطريقة تانية خالص مش تبع الالكترومايجرام، كيف يمكن زيادة قوة انقباض اي عضلة في جسمك؟ بطريقتين، حاجة متعلقة بالمسل وحاجة متعلقة بالنيرف. بالمسل زود عدد الموتور يونتس المشتركة، طب وبالنيرف زود الفريكوانسي باكشن بوتنشلز. طالب قال لي ما عندكش طريقة طفولية كده لطيفة من الطرق بتاعتك تذكرنا بيها؟ قلت لهم عندي طريقة طفولية طبعا في كل حاجة. عاوزين نزود الانتاج الزراعي في اي بلد، في كام وسيله؟ كلام بتاع اطفال، يوجد وسيلتان، نزود الرقعه المنزرعه اللي هو التوسع الافقي، اللي هنا يعادله مين بقى؟ ازود عدد اليونتس اللي شغاله، بدل ما ازرع فدان ازرع 2 ازرع 3 ازرع 10، يبقى ازود عدد الموتور يونتس. طب وفي طريقه ثانيه، التوسع الراسي، ان كل فدان بدل ما ازرعه مره واحده في السنه ازرعه مرتين ازرعه ثلاثه، اهو يبقى هو ده زياده عدد الاكشن بوتنشلز، ان بدل ما الموتور يونت تاخد اكشن بوتنشال واحد في الثانيه تاخد اثنين تاخد ثلاثه. يبقى كيف يمكن زياده قوه انقباض العضلات في الجسم؟ او السؤال بطريقه ثانيه، الريكروت من زياده الكهرباء في الالكترومايوجرام مبعثها ايه؟ حاجتين، توسع افقي، زياده عدد الموتور يونتس في المصل المشتركه، او توسع راسي ازود عدد الاكشن بوتنشلز في النيرف. اهو يعني شايف، اول ستيمولس كان ضعيف شغل يونت واحده وطلع 1 اكشن بوتنشل، طب الستيمولس الثاني اللي تحته اقوى شويه شغل 2 يونتس وطلع في كل نيرف 2 اكشن بوتنشلز وهكذا. يبقى كلام طفولي. قوة الانقباض بتزيد بطريقتين، حاجة متعلقة بالمسل والتوسع الأفقي انك تزود يونتس اكتر تشترك في الانقباض، وحاجة متعلقة بالنيرف تزود عدد مرات اللي اليونت هتشتغلها عن طريق زيادة الفريكوانسي باكشن بوتنشلز. الفسيولوجي كما الحياة. ولاد سؤال شافه تاني، رايجور مورتس. رايجور باللاتين معناها ستيفنس، يعني ناشف. مورتس معناها باللاتين death. طيب بس احنا عاوزين نترجم بعربية محترمة، يعني لغتنا الجميلة، فنترجمها التيبس الرمي، يعني لما الواحد بيموت بينشف. التيبس الرمي، التيبس من اليابسة وهي الشيء الجاف، والرمي مع الاعتذار في التعبير من الرمة وهي الشيء الميت. ساعتها واحد يشتم واحد، ده مش لفظ سوقي، ده لغة عربية، يقول له انت رمة رمى انت ميت. فرايجر مورتس معناها التيبس الرمي.
كلنا لما يتوفانا الله بإذن الله بعد ساعتين من الوفاة لأربع ساعات، هم بيكتبوا عندنا ساعتين هي أبطو أربعة وهي أربعة يا أصح، بس ما علي ما علي. بتلاقي الواحد لما يتوفاه الله ينشف تار رايجر مورتس، وبعد نص يوم يعني 12 ساعة 24 ساعة يحل تاني النشفان ده يروح. طب ايه سبب الستيفنس وايه سبب السوفتنينج ده؟ لا الستيفنس ده كونتراكشن، بقوله جملة لا تنسى، ولا السوفتنينج ريلاكسيشن. تصور يعني لا ده كونتراكشن ولا ده ريلاكسيشن. الله، امال انا نشفت ليه؟ ده مش كونتراكشن، ده كونتراكتشر. فاهم انت ايه الكونتراكشن؟ ان العضله عشان الاكتين يفك من المايسن يحصل له ديتاتشمنت، محتاج اي تي بي. وحضرتك توفاك الله مفيش نو مور اي تي بي، هتفك ازاي؟ يبقى الستيفنس ده كونتراكتشر، فيلير اوف ريلاكسيشن، عشان حصل ديبليشن للادينوزين ترايفوسفيت. طب الريلاكسيشن ده سببه ايه؟ السوفتنينج ده اسف سببه ايه؟ ده مش ريلاكسيشن، ده تحلل في الأنسجة، بكتيريال بيوتريفاكشن. عشان كده المدة بتفرق، 12 ساعة لو كنا في الشتاء، لو حطيت حتة لحمة برة الفريج في الشتاء هتتحلل بعد مدة أطول 24 ساعة، في الصيف بعد 12 ساعة تحلل. يبقى ده الرايجر مورتس. يبقى الاستيفنس ما هيش كونتراكشن، إنما كونتراكشن نو اي تي بي فور ديتاتش، اللي هي بتحصل بعد 1 لـ 2 hours، أو هي الصح 4 hours. اما الديسابيرنس اوف ستيفنس اللي هو السوفتنينج، ده مش ريلاكسيشن، اللي هو قلنا في الصيف بعد 12 ساعه، في الشتاء بعد 24 ساعه، ده بكتيريال بيوتريفاكشن. طب ايه الامبورتنس؟ ميديكوليجال، يعني طب قانوني، او في تجيل واحده طب شرعي. ات هيلبس تو نو ذا تايم اوف ديث. اديك مثال لطيف قوي، يعني بيخلينا نعرف وقت الوفاة بالتقريب، وده بيزيل غموض جرائم كثيرة. يعني احنا راجل توفاه الله اتقتل، وبعدين خلاص واحد دخل بعد ساعتين، اول ما البوليس جه لقى الشخص ده واقف قصاد الشخص اللي ميت، الناس قالوا ده لسه داخل. طب هو اللي موته ولا حد تاني؟ يجي الطبيب الشرعي يقول يا جماعة الراجل ده عنده ستيفنس، ده ميت من ساعتين لاربع ساعات، الراجل لسه داخل دلوقتي، ده ملوش ذنب، انتوا دوروا مين دخله من ساعتين لاربع ساعات. او واحد دخل على واحد توفاه الله وبلغ ميت، طب انت اللي قتلته. يجي الطبيب الشرعي يلاقيه في حاله سوفتنينج، حسب شتاء ولا صيف، ندور بقى لو مثلا في الشتاء يبقى ده اتقتل امبارح عشان يحصل له سوفتنينج، يبقى ندور مين دخل امبارح، مش الغلبان اللي اتمسك جنبه دلوقتي. يبقى زمن الوفاه يساعد في حل لغز الجريمه. التايم اوف ديث، مين كان موجود في وقت الموت، هو ده المجرم الحقيقي، مش اللي واقف جنب الميت. يبقى لازم نعرف امتى الشخص توفاه الله. عندنا العديد من الاشياء، العديد، مش بس الرايجر مورتس، واحده منها الرايجر مورتس، لمعرفه زمن الوفاه وعليه حل لغز الجريمه. يبقى ده سؤال شافه الرايجر مورتس يا اولاد. يبقى هتقول له اتي ذا ماسل ستيفنس افتر ديث. بقولها بطريقه لطيفه، لا الستيفنس كونتراكشن ولا السوفتنينج ريلاكسيشن، الستيفنس ده كونتراكتشر، فيلير تو ريلاكس بسبب نخلص الاي تي بي، والسوفتنينج ده مش ريلاكسيشن، ده بكتيريال بيوتريفاكشن. والنقطه الثالثه الامبورتنس ميديكوليجال تو نو ذا تايم اوف ديث. المسل سبايك، الاكشن تنشر بتاع السكيتر مسل، شباب معلومات ممكن تتسالها، ده بيبقى 2 تو 5 ملي سكند. وقلت لك ايه قيمتها، انه يبقى شورت سبايك. السبايك حتى من شكله سبايك شوكه، بيبقى مدته قصيره، شورت ديوريشن، وبالتالي شورت ابسولوت ريفاكتوري بيريد. ده قلناها قبل كده السؤال ده. سو تيتانس مش كان اوكير ان سكيتر مسل، تيتانس هي الاساس في الانقباض، اهم طريقه لانقباض العضله انها تبقى في حاله مونتين كونتراكشن. بص روحك وانت قاعد كده بتسمعني، لكل عضله في جسمك هي في حاله تيتانس كونتينوس كونتراكشن، اللي هو الشيء الاساسي في السكيتال ماسل
مرفوض في الكاردك ماسل او الكاردك ماسل حصل فيها تيتانس يتوفر الله. طيب اخر سؤالين شفوي يبقى خلص الماسل. All or none low. ده سؤال شفر. يعني ايه all or none low؟ كلمة بتقول روح. بس خد بالك بقى الأوائل. Either the unit، لأن الـ all or none low لا يطبق إلا على اليونت. مش either the organ. Either the unit، الوحدة. Responds maximally ده الـ all. Maximally عند الـ all. Or does not respond at all ده الـ none. يبقى الـ unit respond maximum يا does not respond at all. بس أهم كلمة الأول بقى provided all conditions are kept constant. لازم كل حاجة تبقى ثابتة. يعني أقولها المذكرة التفسيرية الأول ورنالو إنه لا يمكن تغيير الريسبونس بتغيير الاستيمولس اللي هو مين الاستيمولس الطبيعي عندنا اللي هو الأكشن بوتنشل، هو ده اللي بيشغل كل حاجة. دلوقتي بس فهمت فكرة الأول ورنالو، يعني اليونت بيدي ماكسيمم ريسبونس او ما يديش. اديت له ستيمولس سب ثريشولد مش هيدي خالص، ثريشولد سوبر ثريشولد ماكسيمم سوبر ماكسيمم هو نفس الريسبونس اول اور نان. ليه برضه طالب يقول لي ما فهمتش انت عايز تقول لي؟ انا عارف عشان بستثيرك تفكر معايا. يبقى الاول اور نان له مذكره تفسيريه انه لا يمكن تغيير الريسبونس كنتيجه لتغيير المؤثر الكهربائي. طب ليه؟ لان انت الاول مره هتاخد بالك ان المؤثر الكهربائي في الجسم هو الاكشن بوتنشال اوريدي بيتبع الاول اور نان لو. يعني الاكشن بوتنشال يطلع بنفس القيمه يا ما يطلعش خالص. فما طلعش خالص سب ثريشولد يبقى ما فيش ريسبونس. طلع كل مره بتدي له ستيمولس اقوى اضعف بيطلع بنفس القيمه يبقى هيدي نفس الريسبونس. يبقى الجسم بيشتغل بالكهرباء بالاكشن بوتنشال اللي هي اوريدي اول اور نان، فالريسبونس باليونت بيبقى اول اور نان. بقيت المذكرة التفسيرية. ولكن هذا ليس معناه ان الريسبونس ثابت. وادي امثلة. مثلا العضلة. العضلة الاستيمولس ما يقدرش يغير قوة الانقباض. لانه الاكشن بوتنشال في الجسم ماليش دعوة من بره. في الجسم اول اور نان. فهي شغلها ما شغلهاش. انما لو انا شديت العضلة بالبريلود هتنقبض اقوى. ستارنج لو. لو اديت ستيمولاي ورا بعض هتنقبض اقوى. سيركيس فينومينوم او تيب فينومينوم سخنتها تنقبض اقوى، حطيت عليها عقار تنقبض اقوى، كول تنقبض اقل، فتيج هتضعف. عشان كده القانون قال لك other conditions are kept constant. يعني المذكرة التفسيرية لعدد قليل، وبقول الكلام ده للزملاء عشان يفهموا ما هو الاول اور نان لو. المذكرة التفسيرية مش الاول اور نان لو ان احنا نسمع فنقول either the unit responds maximally or does not respond at all provided all conditions are kept constant. المذكرة التفسيرية اهي انا قلتها، لا يمكن تغيير استجابة اليونت الوحدة بتغيير المؤثر، وانما يمكن ان تتغير بأي طريقة تانية ما عدا المؤثر. تسخن، تبرد، تحط دراج، تشد العضله ستارنج لو، تدي ستيمولاي ورا بعض، استركش، كل ده يغير، كل ده يغير. عشان كده قال لك all conditions are kept constant. انما مين اللي ما يغيرش؟ الستيمولس. ليه بقى؟ انتوا بس اللي فاهمين. لان what's the stimulus in the body؟ electrical اللي هو action potentials اللي already all or none هيطلع بنفس القيمه ما يطلعش. فايه قيمه ان الكهرباء تغير؟ والكهرباء اساسا قوتها بتتغيرش، ماكسيمم ما بتطلعش. مين اليونتس اللي بيتبعوا الاول اور نان لو؟ حب النظام قوي، يا نيرف يا ماسل. والماسل تلات انواع، يا سكليتال يا كارديك يا سموث. مين في النيرف يتبع الاول اور نان لو؟ افتح ودانك كل واحده سؤال ام اس كيو. نيرف فايبر نوت نيرف ترانك، الفايبر لوحده. يعني الاي فايبر يدي اكشن بوتنشال بنفس قوه او ما يديش، اللي هو يختلف عن البي يختلف عن السي. في الاي يا يطلع بنفس القوه ما يطلعش، في البي بقوه ثانيه بنفس القوه ما يطلعش. نير فايبر في المسل سكليتال مسل. مين يتبع الاورنال لو؟ الموتور يونت قلناها.
اللي هي one anterior horn cell one axon والmuscle fiber supplied by this axon. او طبعا طبعا لو طبقتها على المسل فايبر, يعني المسل فايبر حته من الموتورين, اذا كان الموتورين بيتبع الاورنال لو يبقى 100% الفايبر بتبع الاورنال لو, يبقى في سكيتر مسل حاجتين الاوائل, مسل فايبر والموتورين. كاردياك مسل فضلك, هل الهارت لو اديته ستيمولس بينقبض الاذنين والموتورين مع بعض ولا الاذنين لوحدهم والموتورين لوحدهم؟ جاوب السؤال. Both atria or both ventricles. يبقى الاول اورنال لو يطبق على الهارت على both atria او both ventricles, وهنفهم ليه في الهارت, لانه مدمج خلوي, الخلايا فيما بينهم جاب جانكشن يمرر الكهرباء من خليه للثانيه, فلازم كلهم يشتغلوا مع بعض او كلهم ما يشتغلوش بسبب الجاب جانكشنز. ففي الهارت يطبق على both atria او both ventricles. اوعى تقول هو الهارت, ده الطلبه اللي هم مش اذكياء, بلاش اقول التعبير العكسي. الهارت لا ينقبض مع بعض, الاتريا لوحدها وبعدين الفنتكل لوحدها, الاتريا لوحدها وبعدين الفنتكل لوحدها, يطبق على بوث اتريا من بوث فنتكلز. طب السموث ماسلز نوعان, في فيسرال تايب موجوده في الفيسرا دي سنسيتيا مدمج خلوي في ما بين الخلايا جاب جانكشن, لما تستيميليت وان سيل كل السيلز تستجيب, يبقى الفيسرال تايب هو الذي يتبع الاورناندو. انما في نوع تاني هناخده في المحاضره الاخيره اسمه مالتي يونت, حتى من اسمه الاورناندو بيطبق على اليونت, انما المالتي يونت اللي موجود في الاي زي في الايريس سيلري ماسل ده مفيش اولور نان, حسب كميه الضوء الحدقه تضيق, الضوء يزيد اكتر تضيق اكتر, ده الانسب, الضوء يزيد اكتر تضيق اكتر, يبقى مفيش اولور نان, عشان كده ربنا مش عاملها مالتي يونت. الاولور نان لو بيطبق على اليونت هي بقى مالتي يونت, ده اللي هو اليونتس اوبينج الاولور نان لو, يا نيرف نيرف فايبر يا ماسل في السكيليتال الاوائل, يا سكيليتال يا كاردك يا سموث, حب النظام قوي, نيرف نيرف فايبر ماسل يا سكيليتال ماسل يا كاردك ماسل يا سموث ماسل, سكيليتال ماسل ماسل فايبر وموتور يونت, كاردك ماسل بوث اتريا او بوث فنتكلز, سموث ماسل فيسرال تايب. وتحت مكتوب لك المذكره التفسيريه, الماسل كونتراكشن كان بي انكريزد باي ستارلينج لو ستيركس فينومين وورمنج دراجز فاتيج يقلل الكولد يقلل, هل ده يتعارض مع الاورنال لو؟ لا, كونديشنز نوت كونست change it. هو بيقول all conditions are kept constant. نيجي السؤال الأخير في الشفوي, reactions of skeletal muscle to denervation. لو قطعت العصب المغذي للمسل ده ناخده في السنترال نيرفس سيستم بتوسع أكتر, معرفش ليه بيقولوه في سنة أولى, أتمنى يكون في عدد كثير من الكتب اتشالت عشان ما نكررش روحنا. لو قطعت العصب المغذي للسكيليتال مسل إيه اللي هيحدث؟ ست حاجات, هما في بعض الجامعات كبين أربعة في سنة أولى ومكملينهم في سنة تانية, عشان كده كنت أقول نقلوها كلها لسنة تانية ما علينا. أنت لست تعرف اتنين بالفطرة من الأربعة, لو قطعت العصب مغذي للسكيليتال ماسل يحصل له إيه؟ العصب بتاع العضلة تقطع, بارلس شلل. ليه؟ لأن النيرف بتاع السكيليتال ماسل السوماتيك نيرف أوبوريتور, مهم للعمل, في كهرباء المصل اشتغل, مفيش ما تشتغلش. هيسألك في الشفوي, طب الكاردياك مصل سموث مصل لو قطعت العصب ولا حاجة تشتغل عادي, صالش بارلس. ليه؟ لأن النيرف مش أوبريتور, ما بيشغلش, ريجيليتور, وعش كده هم اتنين, واحد يزود واحد ينقص, إنما هي أوريدي شغالة لوحدها, سكيت المصل بس اللي حصلها بارلس. هيسألك ليه؟ تقوله إنها نيرف أوبريتور. ماسل لما ما اشتغلش تاني حاجة حصل لها ايه؟ تخيل كده ماسلز وقفت عن الشغل, بارالسيس شلل, عضلة ما اشتغلش حصل لها بارالسيس. انت ما بتجبس ايدك حتى من غير ما تقطع عصب شهر كده وتفك الجبس, لا حصل اتروفي, ماسل اتروفي تضمر, يبقى البارالسيس هيؤدي الى ماسل اتروفي ضمور, بتقطع العصب يحصل بارالسيس بسبب انها ما بتشتغلش يحصل لها اتروفي ضمور. فاضل حاجتين, بتقطع العصب بتاع العضله سكيليتال ماسل, لاحظنا حاجتين, العضله بتلعب لوحدها بيحصل ماسل فاسيكوليشن او اضعف منها ماسل فايبريليشن نمره 4. ايه الفرق بين فاسيكوليشن وفايبريليشن؟ مين اقوى ومين اضعف؟ فكر مع بعض. فاسيكل في اللغة يعني حزمة, اكتب.
انما ماسل فايبريليشن يعني فايبر. مين تبقى اقوى بالعقل؟ ماسل فاسكيليشن، فاسكل مجموعه فايبر هيشتغلوا تبقى اقوى، انما ماسل فايبريليشن تبقى اضعف. وبالتالي تعالى ناخد في المقارنه اخر نقطتين، الفاسكيليشن لانها اقوى سين اند ذا سكين، انا كطبيب اشوف العضله المشلوله بتاعه العيان بتلعب من خلال الجلد وهو حاسس اللعب فيلت باي ذا بيشنت. انما الفايبريليشن هو حاسسها، البيشنت فيلينج، يقول العضله بتلعب بس انا بص على الجلد بتاعه مش شايف انها فايبرز. وعليه يفكر النقطه الثانيه، ما انا بحب انظم جدا النقطه الثانيه استنتج من النقطه الاولى. يبقى لما اجي بالالكترو مايوجراف الكهرباء قويه استخدم انهي نوع من الالكترودز؟ الميتال ديسك الكترودز اللي بتتحط على الجلد، يبقى كان بي بيكت اب ممكن نلقطها بالميتال ديسك. انما فايبريليشن ضعيفة جدا، يبقى لازم احط الالكترود جوه العضلة اللي هو الهايبوديرميك نيدل. يبقى الان دي من اسمها لطالب ذكي، دي فاسيكوليشن ودي فايبريليشن. الفاسيكل الحزمة اقوى من الفايبر، يبقى دي يحسها المريض ويراها الطبيب، انما دي حسها المريض بس. يبقى دي اقوى يبقى ميتال ديسك، دي اضعف تبقى هايبوديرميك نيدل. واحد يقول لي يعني ايه الفاسيكوليشن وفايبريليشن دي من الحياة كده؟ قول لنا تشبيه طفولي بتحصل لنا بس من غير ما يتقطع العصب، من غير حاجه يعني، بعد الشر عليك. لما الواحد يقول حاسس عيني بترف، عارف لما عينك ترف كده تحس العضلات بتنقبض لوحدها من غير حاجه، هو ده الفاسكيليشن فايبريليشن. لو انت حاسس وشايف يعني بص كده في المرايه تلاقي عينك جفنك بيلعب، يبقى ده فاسكيليشن. حاسس برعشه خفيفه جواها مش شايفها تبقى فايبريليشن، بس ده ميكانيزم تاني خالص. طب نيجي بقى الميكانيزم عندنا ايه؟ الفاسيكوليشن بتحصل at the start of nerve degeneration، عند بداية النيرف degeneration، at the start of nerve degeneration. خلاص؟ ليه؟ أما النيرف يبتدي degenerate يا أولاد بيطلع منه شوية chemicals، يعني نواتج degeneration، نواتج تحلل النيرف اللي اتقطع بيها تحلل، فبتإرتيت الحتة الفايبر السليمة في بقية النيرف فتبعت نيرف إمبلس. يبقى الفاسيكوليشن بتحصل عند بداية النيرف ديجنريشن، بيطلع كيميكالز بتعمل سبونتينيس عن تلقائي نيرف امبلس. امال الفايبريليشن سببها ايه؟ بتحصل وين اول نيرف فايبر ار ديسترويد، لما النيرف خلاص كله ديسترويد، يبقى ما تقوليش بقى نيرف امبلس، كل النيرف ديسترويد. امال سببها ايه بقى؟ سبونتينيس، شو بحب الالوان بتتحفظ كويس قوي، ماسل امبلس، سبونتينيس ماسل امبلس. طب فسرها لنا، يعني ازاي المصل بيطلع فيها بيحصل فيها سبونتينيوس اكتيفيتي كده ومفيش نيرف؟ بسبب ظاهره اسمها دي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. لو ما فهمتهاش مع العبد الله عمرك ما هتفهمها. اما بتقطع العصب دي نيرفيشن يعني قطع العصب، حساسيه العضله بتزيد هايبر سنسيتيفيتي. ليه؟ افهم لحد ما هقولها دي وبقولها للزملاء الاصغر سنا، في ناس مش واخده بالها من القصه دي، يعني قرياها بس ما بتستوعبهاش. وعشان ابين لك انك مش مستوعبها اسال سؤال صغير وانهي بذلك. ما هو وظيفه النيرف بالنسبه للعضل؟ طالب رفع ايده جاوب حضرتك. قال لي النيرف بيريليس كيميكال ترانسميتر اللي بتشغل العضل. قلت له صح. في وظيفة تانية؟ قال لي لا، هو النيرف بيطلع الكيميكال ترانسميتر، ما فيش وظيفة تانية. قلت له لا، في وظيفة تانية، النيرف بي ان اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر، يعني النيرف مش بس بيطلع الكيميكال ترانسميتر ويوقف عمل الكيميكال ترانسميتر. في حالة الاستايل كولين كان النيرف لازق في الكولين استريزس اللي بيكسر استايل كولين فور خروجه، وفي حالة الادرينرجيك نيرف كان بيعمل اكتيف ري ابتيك بياخد 50-80%. المهم مين يعني النيرف ما بيشغلش بس، اقولها بالبلدي، وبيوقف، ما بيطلعش بس الكيميكال ترانسميتر، لكن بي ان اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر. تصور تبقى قاريها ومش واخد بالك منها، ما هو اي قرايه بقى، اي قرايه. طيب حضرتك دلوقتي اتشال النيرف بتاع العصب بتاع الماسلز، يبقى ما فيش نيرف تطلع استايل كولين للفايبرز دي، تمام؟ بس لو في شويه استايل كولين سرحين من الفايبرز اللي جنبها وجم مسكوا في الريسبتور بتاعت المسل فايبر،
مفيش نيرف قصادها اهي هشاور عليها، مفيش نيرف يكسرها، ما هو مفيش نيرف النيرف اه مفيش نيرف يطلع، هي جالها استالكولين من ماسل فايبر جنبها سليمه، مفيش نيرف يكسرها، مفيش كولين ستريس، فتقعد تلعب بقى فتره طويله. يبقى هنا بقى ده ماسل امبلس، الاستالكولين مسك في الماسل وعمل ماسل امبلس، مفيش نيرف خالص هنا. فده بيسموا الظاهره دي دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي، لما تشيل عصب حساسيه الماسل بتزيد. ليه؟ لان النيرف ما كانش بس بيطلع، النيرف كمان بين اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر، ظاهره اسمها دي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي، تعتمد على ان النيرف نوت اونلي ريليس داز نوت اونلي ريليس الكيميكال ترانسميتر بات اولسو النيرف ان اكتيفيتس كيميكال ترانسميتر. ده كان السؤال الشفوي الاخير. يبقى تاني في عجاله كده، لو قطعت العصب بتاع العضله هيحدث اربع اشياء بالعقل، عضلة تتشل. ليه باراليس؟ هيسألك ليه؟ تقول له انه نيرف اوبريتو، ولما تتشل ما بتشتغلش، هتضمر. معروف ان احنا عندنا قاعدة في العضلات لطيفة يا اولاد اسمها يوزت اور لوزت، ودي في كل الاورجانز بتاعت الجسم، العضلة اللي تستخدمها اكتر تقوى، اللي تستخدمها اقل تضمر. حتى ده فكرة البادي بيلدينج، الناس تشيل اثقال تلاقي عضلاتها كبرت، ما تشيلش اثقال عضلاتها تهون. اللي بيطلعوا في السبيس ترافل، عارف ليه العضلات بتاعهم؟ لان مفيش جاذبيه فوق في رحلات الفضاء، فعشان كده عضلاتهم بتهون لو قعدوا فتره طويله، عشان كده لازم يعملوا فوق اكسرسايز اجينست ريزيستنس. واحنا بنفتكر ان دي حاجات دعائيه انهم في الصواريخ عمالين يلعبوا ورك اوت، لا، عشان لو ما عملوش كده العضله بتهن تضعف. يوز ات اور لوز ات، مش بس العضلات، كل اجزاء الجسم هنشوفها القاعده دي، يوز ات اور لوز ات. فالعضله بارالايز يبقى يحصل لها اتروفي. طب هما 3 و4 ماسل فاسيكيليشن وماسل فايبريليشن، قارناهم في جدول من 4 نقاط. الفاسيكيليشن ات ذا ستارت اوف نيرف ديجنريشن، انما اللي بعدها وين ذا اول نيرف فايبرز ار ديسترويد. طب هنا لسه في شويه نيرف حتى بالعقل، يبقى نيرف امبلس، ما تقولش كلام عبط. انما هناك مفيش نيرف، يبقى تقول نيرف امبلس، يبقى هناك ماسل امبلس. فكر هنا مش كل ات ذا ستارت، لما هنا اول نيرفز ار ديسترويد يبقى ماسل امبلس. طيب هنا النيرف وهو الاساس بيشغل، يبقى اس تبقى اقوى فاسيكوليشن، فاسك الحزمه، يبقى سينا انفلت، وبالتالي تلقطها بالميتال ديسك. انما هناك مفيش نيرف خالص خالص لبعض الاستالكولين اللي طلع، مفيش اللي يكسره فالماسل اشتغلت، ماسل امبلس. يبقى هنا نيرف امبلس باللون الاحمر، هنا ماسل امبلس، اللي هي ظاهره الدي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. ولا تنسى ان النيرف لا يخرج فقط الكيميكال ترانسميتر، وانما ان اكتيفيت الكيميكال ترانسميتر. اطلت عليكم قليلا واعتذر عن ذلك، لان كان لازم ما اسيبش حاجه في ربع ساعه نقولها، مش طريقتي، لازم اخلص موضوع. اشكركم على وقتكم، واتمنى ان اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. يبقى عندنا محاضرة واحدة بإذن الله في السموث ماسل، وعندنا محاضرة واحدة في البلاد، ويبقى خلصنا التو برانشز دول بإذن الله.